مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. قبل ما نبدأ موضوعاتنا المختلفة، الرئيس السيسي وصل إلى فرنسا، زيارة في غاية الأهمية في توقيتها جدا. صحيح في علاقات ثنائية بين مصر وفرنسا، لكن كمان في قضايا بتهم المنطقة كلها وبتهم أوروبا أيضا. اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون هيكون في غاية الأهمية في قضايا متعلقة بمواجهة الإرهاب. فرنسا بتعاني من الداعشيين العائدين، بتعاني من الإرهاب، بيهمها الوضع في ليبيا، وبيهمها الوضع في سوريا، وبيهمها قضايا مهمة جدا أيضا من القضايا اللي بتهتم بها مصر. عشان كده المباحثات في غاية الأهمية. فرنسا هي قلب وعقل أوروبا، هي واحة الفكر والإبداع، ومصر أيضا هي قلب وعقل المنطقة، وهي واحة الفكر والثقافة والإبداع فيها. لقاءات من هذا النوع بتكون في غاية الأهمية. كمان العلاقات مش فقط في قضية الإرهاب، لا، في قضايا ثنائية وقضايا متعلقة بالقضايا الإقليمية كلها، وهي بتهمنا وبتنعكس علينا. الوضع هيبقى في سوريا إزاي؟ الوضع في العراق إزاي؟ الداعشيون العائدون من مناطق التفجير هيتم إيه اللي هيتم العمل معاهم، بالإضافة للعلاقات الثنائية. وعندنا بقى علاقات عسكرية، علاقات سياسية، علاقات ثقافية، وعلاقات في مختلف المجالات. من المتوقع أن هذه الزيارة التي ستستمر 3 أيام يكون لها انعكاسات إيجابية على مصر وعلى المنطقة. وأعتقد كمان أن الوضع بيتطلب اتفاقات واضحة وتوصيات مباشرة، خاصة الوضع في ليبيا زي ما بقول لكم بتهتم بيه فرنسا جدا، والوضع في ليبيا هو اللي بيهمنا. معظم العمليات الإرهابية ومعظم التمويل والسلاح وكل ما يمكن أن يدعم الجماعات الإرهابية بيأتينا من ليبيا. وفرنسا بتهتم جدا بالوضع في ليبيا، ومصر بتهتم بالوضع في ليبيا. هنا قضية أنا بعتقد أنها هي أهم قضية، وهي القضية الأولى والقضية الأساسية في المباحثات بين الرئيسين. بمناسبة الحديث عن ليبيا، القوات المسلحة أعلنت اليوم عن أنها أحبطت، يا جماعة، حجم ما يتم إحباطه أضعاف أضعاف العمليات اللي بيتم الكشف عنها. القوات المسلحة أعلنت أنها أحبطت محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية. كان بقى 8 سيارات دفع رباعي كلها مليئة بالأسلحة والذخائر، طبعا كل ده عشان يدخل مصر ويصل ليد الجماعات الإرهابية، وفي النهاية يتحول إلى عمليات إرهابية في صدور المواطنين وجنود وضباط الشرطة والجيش. يعني ده ما تم إحباطه. وعلشان كده بقول لكم أن الوضع في ليبيا سوف يتصدر المباحثات الثنائية بين الرئيسين المصري والفرنسي في الدائرة الآن في باريس، واللي هتستمر 3 أيام، وهتكون فيها لقاءات كمان بين لجان مختلفة ومؤسسات مختلفة. نشوف حتى المشاهد المتعلقة اللي بثتها القوات المسلحة عن إحباط عمليات لتهريب الأسلحة والذخائر من ليبيا في سيارات دفع رباعي إلى مصر. تزامنا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، واستمرارا للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أحبطت القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وأسفرت العملية عن تدمير 8 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية
الموجودة بداخلها. يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. ما تقوم به قوات الشرطة والجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية، هنا هتشوفوا صور لستة من الإرهابيين تم القضاء عليهم. وزي ما قلت لكم لم يكن في أدبيات القوات المسلحة حتى من قبل إنها بتنشر الصور، لكن أمام عمليات الدعاية الإعلامية المضادة ومحاولة بث روح الإحباط ومحاولة دايما نفي ما تقوم به القوات المسلحة، لا، ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة سواء على حدودنا مع ليبيا أو في سيناء لابد من إبرازه بهذا الشكل وتوضيحه، على اعتبار أن هذه الجماعات الإرهابية بيأتيها التمويل والدعم والأسلحة. وكل يوم بقى أنت شوف الكميات اللي أنت بتشوفها على الشاشة دي، كل يوم بيتم ضبط كميات مماثلة، يعني انت امام مجموعات ارهابية بيأتيها تمويل بالاسلحة والاموال وبالافراد، خاصة الداعشيون العائدون اللي هيرجعوا من سوريا والعراق بعد القضاء عليهم وبعد التقارير اللي بتؤكد خلاص انهم ذاهبون الى ليبيا. علشان كده بقول لكم اعتقد انه ليبيا من اهم القضايا اللي هيبحثها الرئيسان المصري والفرنسي. تعالوا نعود لقضايانا المحليه في احنا لما بنسلط الضوء على بعض المشاكل زي ما قلنا لكم بيكون الهدف هو ازاي نصل الى حلول لها. حقن البنسلين من أهم الأدوية التي لا يجب أن تختفي أبدا، واختفائها يمكن أن يصيب المرضى بتداعيات سيئة جدا، وإحنا مش عايزين يبقى في نقص في عدد كبير من الأدوية، لكن انعكاساته على صحة المواطنين في منتهى الخطورة. لما بنسلط الضوء أتمنى على المسؤولين أنهم يجدوا حلا سريعا لعلاج نقص الأدوية، عدد كبير من الأدوية هنبقى نتابعها معاكم في الأسواق إنقاذا لحياة المرضى. بعد معاناة المرضى من محافظة أسوان من نقص حاد في حقن البنسلين طويل المدى المستخدمة في علاج الحمى الروماتيزمية من المستشفيات والصيدليات عقب اختفائها لأكثر من شهرين، أعلنت وزارة الصحة اليوم ضخ 198 ألف حقنة بجميع محافظات الجمهورية. المشكلة الحقنة المكروب السبح مش لاقيها، أنا داير عليها شهرين مش لاقيها الحقن، وبنتي تعبانه النهار كله، البنت بتبكي بتروح الحضانه وتاجي يقولوا لي الحق البنت اني تعبانه، بروح اجيبها البنت مش قادره تمشي من رجليها. معايا بنتي وبدور على حجر البنسلين ومش لاقيها لا في حميات ولا في مستشفى العام ولا في المستشفيات خالص، ودورنا في الصيدليات هنا وفي القاهره كلمنا ناس وقالوا ان هي مش موجوده. دلوقتي البنت بتبكي كل يوم من رجليها يعني، والحاله بتتدهور معاها وتعبانه خالص. دلوقتي البنت بتعاني من وجع في بطنها وبيجيها ضربات قلبها سريعه ورجليها بتوجعها، فانا مش عارفه اتصرف ازاي، خايفه ان تسوء الحاله معايا عشان الحاله ما تاخدهاش دلوقتي. المشكله ان اختفاء حقنه البنسلين طويل المدى لفتره اكثر من 7 شهور لحد دلوقتي، والاطفال بيعانوا من ممكن يتعرضوا لاختفائها لقلب مفتوح. كل يوم رجلي بتوجعني وبطي ورجعت قلبي سريع. مشكله بنتي انا عندي مكروب سباحي في ثالثه اعدادي، قطعه بتبقى عن المدرسه بعتوا لي اروح لها، وبعد كده اوديها الحقنه كل 21 يوم، فبتتعب ما لقاهاش الاطراف بتاعت ايديها وجعها واثرت على قلبها ورجليها ومش عارفه عليك. سبب الازمه حاليا يعني انا لان المشكله انه موجود في السوق السوداء، يعني المنتج موجود في السوق السوداء وبكميات كبيره، بس العبوه بقى ب 8 جنيه وصلت 200 جنيه. مشكله بنسلين طويل المدى ان احنا الايام دي طبعا ايام المرض، ايام المدارس، العدوى، في ميكروب اسمه الميكروب السبحي، الميكروب السبحي ده
اللي هو ستريبتوكوكس بالانجليزي. طب يعني ليه سموه الميكروب السبحي؟ لانه زي السبحه يعني مدور كده مربوط في بعضه زي السبحه فسموه الميكروب السبحي. زعل الشديد من الشركات، يعني الشركات دي بتبقى صاحبها معلش او المصدر او المسؤول ده مصري، لازم اخاف على البلد. نقص البنسلين طويل المدى، احنا الجامعه في مراكز رعايه الامومه والطفوله مش متواجده في المستشفى الجامعي، لكن نقص هذا النوع من الدواء طبعا هو مسمع في المجتمع الاسواني ان في نقص، وانا اعلم جيدا ان مديريه الصحه بتحاول توفير هذا النقص في المراكز الصحيه والمراكز الحضريه ومراكز رعايه الامومه والطفوله والمستشفيات العامه، وان شاء الله باذن الله يتوفر قريبا باذن الله ان شاء الله. نقص الأدوية من أهم وأخطر القضايا التي تواجه المواطنين الآن، يعني في قضايا بتهم الناس ولها أولوياتها، إزاي نقضي على الغلاء وارتفاع الأسعار. طيب الأدوية مش سلعة تقليدية ولا فيها رفاهية الاختيار، يعني لا أحد يختار الدواء، يعني لا، هو إلزامي وإجباري من أجل صحة المواطنين. في قائمة بأدوية مختفية من الأسواق أو ناقصة أو قليلة أو منعدمة تماما. تاني وتالت بقول نتمنى أن نجد حلا لهذه القضية. مدارس بلا مدرسين، مهزلة دايما كانت عندنا مشكلة أن مفيش مدارس، أو أن هي قايلة للسقوط، أو أن الفصول فيها بتعاني من التكدس الشديد، لكن ده خامس أو سادس حالة يعني تلاقي فيها الناس يتحدثون عن عدم وجود مدرسين في المدرسة. طب إزاي ممكن نحل هذه الأزمة بشكل سريع؟ خلاص المدرسة موجودة ومؤهلة، كيف لا نعالج هذه الفرة إنه مفيش مدرس؟ طب العيال هتتعلم إزاي؟ يعني في مشاكل يمكن إن هنا تتغافلها شوية، لكن عدم وجود مدرسين، طب هتشتغل ازاي المدرسه؟ مين هيعلم النشء والاطفال والتلاميذ؟ قضيه نتناولها معكم كل يومين ثلاثه، اتمنى وزاره التربيه والتعليم تجد حلا لها. اشتكى أولياء الأمور والطلاب بمدينة السلام شرق القاهرة من نقص عدد المدرسين بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، ما يعيق استمرار العملية التعليمية بالمدرسة. المشكلة بقى لها سنين احنا عندنا عجز في مواد التخصصية، يعني مدرسين اللغة العربية فيها عجز، مدرسين الرياضة فيها عجز، مدرسين الإنجليزي فيها عجز، العلوم ما فيش الا مدرس علوم واحد، الدراسات ما كانش فيها الا واحد وجابوا لنا حد تاني. الطلاب هيشتكوا من المدرسين، ما فيش مدرسين كفايه، وكل مدرس عيد ماده واثنين وثلاثه في الماده ومش بتاعته. يعني انا مستغربه، انا اقول لك بنتي ثالثه وبيديها سنه اولى، واحد من سنه اولى بيديها انجليزي، وتقول يا ماما ما عيديش. هنا ناقصه مدرسين كتير، والمجاميع غاليه علينا، والناظر كمان ما بيجيش، بيجي يمضي ويمشي. مدرس الانجليزي من اول بداية الدراسة ما بيخشلناش ولا بيدينا أي حاجة. المدرسين عندنا قليلين خالص، ما بيعرفوش يعلمونا وبيبتدوا يضربونا. يعني اتنين بس اللي بيبتدوا يضربوا وما بيعرفوش يعلمونا أصلا. يبقى مدرس عربي ومدرس رياضة، إزاي تيجي إزاي يعني؟ إزاي مدرس عربي يدي رياضة؟ إزاي مدرس الدراسات يدي إنجليزي؟ إزاي يعني؟ يعني والله يا جماعه تدخل في باب صدق او لا تصدق، يعني مدرسه يعني تلاميذ ومدرسين واداره، صيدليه يعني دواء، مستشفيات يعني اطباء وعمليات وعلاج، فلما يبقى ده مش موجود فيبقى ده يدخل في باب الف نكته ونكته، او صدق او لا تصدق يعني. ومعقوله نسيب الاهالي بهذا الشكل؟ ده كمان لانه حصل في كفر الشيخ، هتشوفوا أولياء الأمور بيغلقوا مدرسة هيقفلوها طبعا. ليه؟ لعدم وجود مدرسين، اللي هو المشهد اللي انتم شايفينه ده.
اولادهم ما هو بيضيعوا وقت، وتيجي الشرطه وتبقى مشكله كبيره جدا. وده ايه في التعليم اللي هو ابسط حقوق الانسان، اللي احنا حتى بنقول لهم تعالوا تعلموا، وبنقول ان تعالوا نواجه ظاهره التسرب من التعليم. طب ما انت هتخلي العائلات تطفش من التعليم وتهرب، وتقول نتعلم ليه بقى؟ يعني اتمنى ان ان شاء الله نلاقي كمان حلا لهذه المشكله، وهنقول لكم حتى المشاكل اللي عرضناها معاكم الايام اللي فاتت تم حلها بشكل سريع زي ما هتشوفوا. استاذ جمعه السماحي الساحي احد اولياء الامور، استاذ جمعه اهلا بيك. طيب يا ريس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ جمعه. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. قول لي انتوا قفلتوا المدرسه هنا ليه؟ لان مش لاقيين مدرسين موجودين خالص من اول العام الدراسي، واشتكينا في الاداره واشتكينا للمديريه واشتكينا في كل مكان، ومعانا صور المستندات دي موجود. انتوا في بلد ايه يا استاذ جمعه؟ احنا عزبه نيل مركز بيلا. عزبه نيل مركز بيلا كفر الشيخ. انتوا بيلا كفر الشيخ؟ ايوه نعم. طيب انا واثق حتى ان سياده المحافظ اللواء سيد نصر هو دايما لما بيسمعنا، لان طبعا في جزء من المدارس محافظه وفي جزء وزاره التربيه والتعليم، نشوف المسؤوليات ازاي يعني. انما مدرسه بلا مدرسين يعني دي نكته يا جماعه، مش ممكن، اغتيال لمستقبل التلاميذ. المدرسه موجوده وهي مؤهله، مش كده يا استاذ جمعه؟ مش قايله للسقوط ولا حاجه، كامله مكمله، تعليم اساسي. بيقولوا لكم ايه بقى سبب عدم وجود مدرسين ايه؟ مفيش توفير مدرسين، لسه مش عارفين نخلي لفلان نخلي العلان وهكذا. العمل يعني داخل المدرسه مش مظبوط. طيب خلينا اسال استاذ نشأت نيل نائب رئيس مجلس الاباء. استاذ نشأت اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ نشأت مفيش علاج للمشكله؟ اولا انا بس اتمنى بس سعه صدر من سعادتك. اتفضل. اولا احنا بننعي شهداء الوطن من الشرطه، وعايز اقول لحضرتك ان الجهل والتخلف وجهي العمله واحده للارهاب. طبعا ازاي حضرتك تقول لي ان احنا النهارده لما يبقى عندنا فصلين في الحضانه موجودين في المدرسه ما لهمش مدرس؟ يعني ازاي هنربي النشئ ده على 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 مستقبل البلد؟ وازاي ان احنا هنطلع منهم علماء؟ وازاي ان احنا هنطلع منهم ناس مثقفين؟ واحنا عندنا الرياض الاطفال ما فيهاش حد من اول السنه سعادتك. عندنا عندنا نقص في مدرسين الرياضه، في العربي، في الانجليزي، في الفرنساوي، حتى الدين مش موجود يا باشا. خدت بال حضرتك؟ طبعا احنا عملنا اجتماع لمجلس الاباء وناقشنا المشكله ديت، وبعتنا للسيد مدير الاداره البيئة لاكثر من مره علشان يحل لنا المشكله. طبعا ولا حياه لمن تنادي، عملوا انتداب لمدرسين، المدرسين جابوا وسايط وما جوش طبعا نفذوا النقل الدينات بتاعهم. ليه 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 ليه؟ بيعتبروا بيئة لمنفى مثلا ولا ايه في ال... نعم جابوا وسايط ليه؟ بيعتبروا بيئة لمنفى منفى لهم؟ بيعتبروا طبعا ان هو يتنقل من مكان تاني، يجي لعزبة مثلا زي بيبقى عقده خلاص ما هوش عايز يجي، لا اللي يريحه هيجي ليه؟ طيب احنا يا جماعة يعني اتمنى نحل للناس المشكلة. هو قال جملة مهمة جدا، عبارة طب الجهل مش هو ده من العوامل الأساسية لصناعة الإرهاب، الجهل والتخلف؟ طب انا عايز اعلم النشأ والاطفال علشان لما يتعلم هحصنه، يعني هي مش قضيه بس مستقبل، ولا كمان انا بحصنه من السقوط في اي مستنقع يعني. وبعدين التعليم هي قضيتنا الاولى، التعليم ثم التعليم ثم التعليم، نكون او لا نكون. هنقعد نقول نفس الكلام ونلاقي في مشكله زي دي والناس خلاص يعني اوشكنا على نصف السنه الاول هينتهي يعني ومفيش حل. في السياق ده كمان محافظ البحيرة استجاب لنا، كنا عملنا اللي هي القرى اللي ما عندهاش مية، أبسط
الحقوق هو كوب ماء نظيف، يعني الناس تبقى عندها ميه، ما تجيبش ميه من الترعه تشربها وتعيش الحياه من خلالها، وانعكاساته بقى السلبيه صحيا ونفسيا على واجتماعيا على حياه المواطنين. محافظ البحيره استجاب، وهتشوفوا الاستجابه في هذا التقرير. أذاع العاشرة مساء منذ أيام تقريرا يبرز حرمان أهالي قرية كوم القدح من مياه الشرب ومعاناتهم في سبيل الحصول على المياه النظيفة. لسه في قرى بتعاني من مياه الشرب، ويضطر الناس زي ما هتشوفوا إنهم يملوا مية من الترعة. شوف بقى أنت النتيجة النهائية إيه؟ مشيت أراكن قاعد على دماغي مع إن أنا لسه صغيرة أهو. مفيش إلا كوم القدح على مستوى المنطقة، بنطلع نجيب ميه على بعد 5 كيلو 6 كيلو تعبنا، بنشرب من تحت الارض. احنا بقالنا 5 سنين على كده، لدرجه ان احنا دقينا مواسير معين تحت الارض، درجه الملوحه بتاعت الميه بتاعتها هي من 3000 ل 4000. وجاءت الاستجابه من محافظه البحيره بقرار توصيل المياه الى القريه في اسرع وقت ممكن. القريه ديت في نهايات الترع، واحنا عملنا محطات رفع علشان توصل المية لأهالي القرية عشان نزيل أسباب الشكوى، وكلمنا برضو الجهات المعنية في وزارة الري إن هي تدفع كميات مية زيادة عشان خاطر دي نهاية الترع، إن المية توصل لهم ضعيفة علشان المأخذ تعرف تشتغل كويس، المأخذ اللي هو بياخد من الترع ويشغل محطات المية. وطبعا احنا قناة دريم أو أي قناة فضائية بتكون بتعرض أي شكوى بنكون على طول احنا عندنا سرعة تنفيذ لهذه الشكاوى. لكم يعني بنناقش المشاكل من أجل أن نجد حلولا لها، ولما يبقى في استجابة سريعة بهذا الشكل هو ده اللي بيهمنا في هذه القضايا، أنه يبقى في استجابة وتتحل المشكلة. المية يعني أبسط حقوق الإنسان، يعني لأن انعكاساتها الصحية مدمرة، وبنشوف ليه طوابير الكلى والكبد والأمراض المنتشرة في أجساد البشر بتزيد أمام المستشفيات بسبب كده. طيب هنطلع فاصل، بعد الفاصل في مشهد يا جماعه يبدو انه فعلا حاله النخوه والشهامه والهمه عند المواطنين لانقاذ حياه البشر كانت اختفت شويه، او لما شفنا بعض المشاهد منها مشهد اغتيال القص يعني قتله بالسكينة، وقلنا انه أسوأ مشهد هي سلبية الناس المحيطة. كمان لما شفنا مشاهد فتاة المول يعني فلقينا فيه مشهد سلبي جدا عند الناس، ممكن يكون فيه بقى يعني حالة شوية يقولك ما انا هتبهدل، واحيانا تلاقي فيه واحد خبطته عربية فالناس تخاف تنقله المستشفى، يقولك اصل هيتهمون انا وانا هدخل بدم وبتاع وشايله هيتهمون انا. وقلنا فعلا كان في بعض الاجراءات انه لابد من الابقاء عليه لغايه عرضه على النيابه، فقلنا لا لابد ان نجد حلولا لهذه القضيه. يبدو ان غياب حاله النخوه والشهامه في الشارع المصري شويه خلت الناس تهتم بالمشهد اللي هنناقشه معاكم بعد قليل. هي اسره، مش بنت بس، مش فتاة، لا ده أسرة بالكامل، لما وجدت عملية اختطاف في سيارة تانية جنبهم، اختطاف بقى بنت ولا ولد، هنشوف القصة بالكامل دلوقتي. ما قالوش تعالوا نريح دماغنا اصل يكون معاهم مسدس ولا حاجة ويضربونا بالنار، ولا هنعرض حياتنا للخطر. احنا مالنا، ما احنا مالنا ده بقى تعبير منتشر. الفيديو اللي احنا يعني حتى نسمع جزء منه كده. حرامي 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 حبس واحدة. حرام خطف واحدة، خطف واحدة، خطف واحد، حرامي خطف واحدة يا احنا هتكون معانا بعد الفاصل الفتاة والأسرة يعني أسرتها
نموذج يجب الاقتداء به، يجب ان احنا نعمل زيه. واعتقد ان زمان ودلوقتي حتى يعني كل المصريين لما يشوف حد حتى مصاب ياخده يعالجه، لما بيشوف حد محتاج انقاذ بينقذه. لكن بعض المشاهد السلبية التي طغت وانتشرت بشكل كبير في المجتمع خلال السنوات الماضية بسبب حاجة حصلت في تركيبة المجتمع المصري، وبالتأكيد الأحداث السياسية اللي عايشناها طيلة السنوات الماضية أثرت على التركيبة المصرية يعني. لكن حالة النخوة والشهامة لا يجب أن تختفي أبدا من الشارع المصري. مش عايزين نشوف بعض المشاهد السلبية اللي يمكن أنك تنقذ فيه حياة مواطن وتقول له أنا مالي علشان ما هو ممكن يموتني أنا أو يحصل مشكلة. ما هو لو حيموتك، لو مكتوب لك أن تموت هتموت يعني، سواء قاعد في بيتك أو أنت بتنقذه. والحقيقة النخوة والشهامة بيخلكش تفكر في الثمن إيه أو إيه اللي أنت يمكن أن تدفعه ثمنا يعني. لكن شوفوا ده نموذج لأسرة هتكون معانا بعد الفاصل، شافت قدامها عملية اختطاف، يا تخلع وتقول سلامتنا أحسن ونوصل بيتنا أفضل وننام في بيتنا مرتاحين، أو إنها تقول لا مش هينفع نتخلى عن القيم والمبادئ وقواعد النخوة والشهامة، ومش هنسيب الناس دي ترتكب جريمة بهذا الشكل. وكانت النتيجة إيه؟ إنه تم إحباط الاختطاف وتم القبض على المجرمين. يعني شوفوا الثمار اللي يمكن أن تنعكس علينا جميعا لو كلنا استعدنا النخوة والشهامة اللي كان بيتميز بيها، وأعتقد ما زال الشارع المصري لولا بعض السوس اللي دخل في التركيبة الاجتماعية والنفسية. لكن إن شاء الله هنتخلص من ده، عشان كده بنحتفي معاكم بالفتاة وأسرتها، لأن زي ما بقول لكم مش بنت بس، ده أسرة بالكامل، أب وأم وبنت وطفل. تعال يعني هنا أسرة حياتها في خطر، لكن فضلت إنقاذ حياة البشر بدلا من السلامة والأمان على حساب القيم والمبادئ والنخوة والشهامة. مشاهدينا نحييكم من جديد. قبل ما نتناول موضوعنا اللي نويت عنه قبل الفاصل، خلينا ناخد بعض اللقطات السريعة. دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي زارت المصابين اليوم في حادث الواحات. رغم البعض هنا ممكن يقول يعني ايه علاقة الاستثمار ده دور انساني واجتماعي. لا يعني وزير في حكومة هذا الزمان يؤدي كل الادوار. وقضية الارهاب ما فيش فيها بقى وزير اقتصاد ولا تضامن اجتماعي ولا خارجية. لا يعني هنا لابد من إشعار المصابين بأن كلنا معاهم. فلما يشعر بأن وزيرة مهمة في الناحية الاقتصادية حتى اللي هي يعني مش داخلة في إطار العلاقات الإنسانية والتضامن الاجتماعي، لكن قضية الإرهاب قضية كلنا فيها جنود، وزير غفير مواطن بسيط. وعشان كده بحيي الدكتورة سحر نصر على هذه اللقطة اللي بالتأكيد هترفع الروح المعنوية للمصابين جدا. يعني شوفوا انتوا لو الوزراء تباعا وأعداد كبيرة من الشخصيات الشهيرة اللي بتحظى بشعبية وبحب في أوساط عائلات الناس يعني، فهتلاقي المصابين سعداء جدا. يخفف أهمية التفوق وأهمية النجاح، وكل ما تنجح وتحقق بطولات بتحصد ده في النهاية. وشوفوا بقى المنافسة النبيلة والشريفة، وتلاقي أبطال العالم كلهم يجتمعون في هذه القاعة. حتى لو كان نفسه يفوز، زي ما ممكن بعض يقولك ده على وش ميسي، ده كان نفسه يحصل هو على اللقب بالتأكيد. لكن منافسة سنوية بنشوفها، ده قيمة التفوق. كل من يبحث
عن التفوق هتلاقوه يمكن أن يتصدر مشهدا من هذا النوع. وإحنا بنتكلم عن التفوق كمان نموذج مصري هنحتفل ونحتفل به، الناس كلها اهتمت بمشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لفتاة وعائلتها. بيعملوا إيه؟ بيعملوا إيه؟ شافوا عملية اختطاف قدامهم، كان ممكن زي ما قلت قبل الفاصل يفضلوا يقول لك أما نوصل البيت في أمان وسلامة أفضل، لكن ده هيكون على حساب القيم والمبادئ وقواعد النخوة والشهامة. لكن قالوا لا، احنا مش هنسيبهم يرتكبوا هذه الجريمة، وبدافع تلقائي زي ما هتشوفوا في مشاهد الفيديو اللي انتشرت بشكل كبير جدا، لا لحقوا السيارة في النهاية وأوقفوها. وهقول لكم بعض التفاصيل بعدها اللي مكنت الشرطة بالفعل من القبض على الجناة ومن تخليص الضحية اللي كانوا هيخطفوه يعني. لكن شوفوا هذا النموذج، نتمنى انه ينتشر في المجتمع المصري، لان للاسف شاهدنا صورا سلبيه خلال الاحداث الماضيه. ومنها يعني انا اكتفيت بمشهدين، يعني لو شفتوا مشهد قتل القص اغتياله والصوره السلبيه اللي نوهنا عنها وقلنا فين ايجابيه الناس، فين النخوه والشهامه، وايضا ما حدث لفتاه المول، وفي الكثير من الصور اللي بنشوفها قدامنا ونقول هي فين نخوه الناس. وقلنا انه بعض السوس ربما تسلل للتركيبه الاجتماعيه في المجتمع المصري بسبب بعض احداث عاصفه عصفت بينا وبسلوكياتنا، لكن بالتاكيد النخوه والشهامه متاصله في المصريين وهي الابقى وهي اللي هتنتصر. نشوف أولا المشاهد اللي حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. صورة مبهرة ومضيئة، هي الصورة الحقيقية للأسرة المصرية، نخوة وشهامة. هقول لكم نتائجها بالمعلومات وبالأسماء بعد كده، بس خلونا نحيي يارا علاء الدين. اهلا بيك يا اهلا بحضرتك، وبحييكي على هذا الموقف اللي اعتقد ان كل مصري كان بيحتفي بيه، وده اللي دعانا ان احنا نعمل الحلقه يعني. الحمد لله، الاهم حاجه ان احنا بس قدرنا نعمل اللي علينا. الحمد لله الحمد لله. والدتك كمان، لانه يا جماعه اتضح انها مش فتاه بس، هو اولا يارا ام يعني، وكان معاها طفلها كمان يعني، كان معاها طفلها، وبالتالي هنا كان ممكن تؤثر السلامه وتقول طب اذا مش عشاني علشان ابنك ولا بنتك؟ ابني. لكن لا يعني، شوفوا عائله، اب وام وبنتهم والحفيد، ومع ذلك هذه العائله تصمم على ان مهما كان الثمن مش هنسيب هذا المجرم يخطف مواطنا بريئا بهذا الشكل. والده يارا كمان السيده منال نصر،
اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وانا فوجئت ان حضرتك مصابه. ممكن نشوف الاصابات او اصابات على الخد الايسر كده. ويعني جسمي كمان يعني من هنا كده. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. وهاخد بس التفاصيل اول من يا ايه ايه اللي حصل يعني المشهد من بدايته ايه؟ هو احنا كنا في شارع حسنين هيكل اللي هو اللي بيودي لعباس العقاد. فاحنا كنا رايحين عباس العقاد نفسه فكنا بندور على ركنة. يعني بابا كان وقف فمستني عربية تطلع عشان يركن مكانها. كان طبعا الدنيا زحمة بسبب كان الماتش امبارح والناس برضو كانت في الشوارع كتير وكده. يعني ده كان بعد الماتش بعد الماتش بعد الماتش على طول. كانت تقريبا الساعة 10. فالمهم فانا ببص على مكان اللي بابا هيركن فيه هو مستني عربية تطلع عشان هو يخش مكانها. فانا لاحظت ان في واحد بيركب العربية بسرعة لابس اللي هو ايه الايس كاب اللي هو بيبقى عينه بس اللي بتبقى باينه منه. ده لابس قناع يعني بالظبط كده. فانا ما شفتش هو بيحط حد بس انا شفته وهو بيركب العربيه بسرعه. فبقول لبابا العربيه دي فيها حد مخطوف وشايفه بقى ايدين ورجلين حد عمال يخبط ويعمل كده بايده. يعني شفت واحد مقنع ملثم وكمان حد في العربية في المقعد الخلفي بالظبط كده رافع رجليه وبيخبط كده يعني بالظبط كده. فالراجل ركب طبعا بسرعه وجري فبابا شايف فعلا اللي هو الملثم ده وطلع يجري وراه على طول. فانا اوتوماتيك رحت مطلعه الموبايل على طول ورحت فاتحه الفيديو قلت يعني تحسبا لو ما لحقناهوش نقدر نروح نبلغ الشرطه بالفيديو يعني. بس وفضلت بقى قاعده زي ما حضرتك شفت كده على الشباك وفضلنا نجري وراهم. فضل هو يمشي في شوارع جانبيه وكل ما يحاول يعني انتوا بتجروا وراهم بالعربيه كده بالعربيه. ماما بتصوت واختي كانت جنبي بتصوت وبنحاول ان احنا نلفت نظر الناس ان حد يقطع عليه الطريق من قدام علشان نوقفه. بابا يحاول يخبط فيه من قدام عشان يقف بس من ورا سوري اسفه من عشان يقف بس ما يعني ما عرفناش في الاول. فضلنا بقى ماشيين وراه لغايه يعني صممتوا تكملوا يعني بالظبط كده. فضلنا ماشيين وراه لحد ما وصل لشارع كابل اللي هو يا قبل ما تكملي بس اول حاجه بتيجي في اذهان الناس يقول لك ده يا ده عصابه ممكن يكون معاه مسدس. طب لو ضربنا بالرصاص يعني طب احنا ايه نحط نفسنا في وجع الدماغ ده؟ ما جاش في دماغنا خالص خالص ولا يعني الموضوع ده اتمسح من دماغنا تماما ان احنا ممكن يكون هنتاذي او هيحصل لنا اي حاجه. هو ما كانش عندنا هدف غير ان احنا لازم ان شاء الله هنوقف العربيه دي. وانا كنت فاكره في الاول انه كان بنت يعني بيتهيألي ان المخطوفه المخطوفه بنت بنت في الاول بس ايا كان ولد ولا بنت بس يعني كان لازم العربيه دي تقف باي شكل من الاشكال. هيعملوا بقى فينا اللي يعملوه بس ده ما جاش دماغنا خالص. طيب وقبل ما تقولي وقفت انت كمان في يعني انا عايز بس في اللحظات الاولى دي كأم ما قلتلهاش احنا مالنا يا هو الاب اللي سايق مش كده؟ الاب اللي سايق وبعدين ما قلتلوش احنا مالنا خلينا نرجع البيت. لا 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 خالص خالص بالعكس يعني حتى هو كان علاء كان بيسوق بسرعه جدا و عشان يلحقوا مصمم يلحقوا وانا عشان اساعد بنتي حتى كمان قعدت اصرخ معاها رغم ان انا صوتي ضعيف يعني بس حاولت بقدر الامكان ان انا انبه الناس انها تلحقوا من قدام يعني عايزه يعني نوصل للشخص ده باي شكل يعني او للعربيه دي باي شكل لان الولد انا ما كنتش حتى شايفه هي يارا اللي بتحكي كانت بتقول ولد بيرفص جوه وكسر الازاز ما هي قدامنا. شفته وكسر الازاز وبيحاول يطلع كمان من العربيه فكل ده قدامنا غير ان هي كمان في موتوسيكل حاول معاه بس للاسف وقع. طب الناس حواليكوا في ناس حاولت تيجي معاكوا كمان؟ طبعا كتير جدا ما شاء الله جدا يعني احنا من حسن حظنا ان كان الشباب واقفه عند الكشاك وفي الشارع فكل كان بيسمع صوتي فكنت شايفه ناس بتجري ناس بتحاول تجري. وانت هنا عشان كمان تلفتي انتباه الناس بتقولي حرامي يعني. بالظبط كده اصل مش عارفه اقول ايه مش عارفه بقول حرامي مش عارفه توصل هتقولي ايه قاتل ومخاطف مش عارفه يعني ده التعبير اللي بيخلي الناس تنتبه يعني بالظبط كده. هو مع الاسف بقى فيه كان موتوسيكل ده اول حد خالص حاول ان هو يوقف العربيه واحد على موتوسيكل خبطوه هما بس الناس اللي بعد كده كانت ماشيه ورانا وقفوا للموتوسيكل لان الولد كتفه اتخلع وهم خدوه ودوه المستشفى. لا خليني بقى هنا اما اقول انتوا وصلتوا لان هات لنا كده يا استاذ اشرف المشهد اللي هم تمكنوا فيه من الوصول للناس يعني في الاخر.
نسمعه بالصوت والصوره كده. انت كويس؟ انت اللي مخطوف؟ انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ يا ده حوار بينك وبين المخطوف يعني. قلت له انت كويس انت مخطوف بالظبط كده. وكان هو كان تقريبا يعني مخدرين او كانوا بيحاولوا يخدروه اللي هو ما كانش في وعيه بنسبه 100%. فاول ما فتحت باب العربيه هو بيقع يعني كان بيقع في الارض وكان على وشه اثار الضرب طبعا باينه جدا. وكانوا مكتفينه لا ما كانوش مكتفينه. هو الظاهر ما لحقوش بقى يكتفوه يعني بس هم كان عندهم النيه لان كان معاهم شنطه فيها كان حبل وفيها ازاز وكان فيها اللي هو مخدر يعني اللي هو الرش. بس انتوا وقفتوا العربيه ازاي بقى؟ هو اللي حصل ان احنا يعني احنا فضلنا مكملين وراه فهو كان ماشي في شارع كابل اللي هو الموازي لمكرم عبيد وهنكمل فيه هيبقى مصطفى النحاس. فقبل ما يوصل مصطفى النحاس كان في يوتر فهو الراجل مش عايز يطلع طبعا مصطفى النحاس اللي هو الخاطف يعني فبيلف من اخر يوتيرن ضيق. فيعني الحمد لله الحمد لله يا رب عربيه حد ما يعرفش ولا سامع ولا اي حاجه خالص عربيه ماشيه في الاتجاه بقى هو يعني راجل بيلف كده عربيه ماشيه كده فهو خبط في العربيه. فالراجل اللي هو في العربيه دي فاكر انها حادثه فنزل ايه يزعق فبقى احنا خلاص احنا كابسين عليه من ورا وده قافل عليه من قدام فنطوا بقى هما الاثنين من العربيه. يعني كده خلاص اتحصروا في بالظبط كده. وكمان كان ناس كتير بقى الشارع خلاص وقف بالكامل مستحاله يتحركوا فابتدوا بقى يجروا فابتدى شباب وناس وناس من البلكونات بقت تصرخ وتصوت وتقول ان في حرامي في الشارع عشان الناس تعرف تمسكه في الشارع. بس وده بعد كده انت بدات تشوفي اللي هو المخطوف ده اتضح يا جماعه طبعا المخطوف عشان نقول لكم البيانات بعد ما اجهزه الامن القت القبض على الجناه كمان. المجني عليه عبد الله عبد المعطي منصور 30 سنة صاحب مصنع ملابس بالعاشر من رمضان ومقيم بالرحاب وهو سوري الجنسية يعني. وبالتأكيد هنا يعني الاختطاف أكيد معمول يعني لمبادلته بفلوس يعني الله أعلم بس هنا دي بياناته يعني. وبعدين قائد المتهمين عندي علي محمد سيد سالم 22 سنة ومحمود هلال شعبان حسين والمضبوطات كان معهم سلاح روسي ولاصق طبي وجوانتي في الإيد علشان يعني يخفوا البصمات ومخدر يعني معهم أدوات عدة الاختطاف يعني بالإضافة للسلاح. ده اللي تم. خلينا هنا يعني تاني انا عايز بس اللي يهمني جدا جانب النخوه والشهامه اللي اختفى في الشارع المصري. هسالك يا وانا بنسال ما بيجيلكيش فعلا يعني ابنك 4 شهور معاكي والدتك والدك ما فيش تفكير خالص في ان سلامتي او اماني وامان اسرتي اهم من انه ممكن يعمل فينا حاجه يعني شفت انه لا لازم تعملي الموقف كما ينبغي وكما يجب. انا زي يعني انا زي اي حد بشوف على السوشيال ميديا وبشوف في التلفزيون كل يوم حد بيتخطف اقول يا نهار ابيض لو انا مكان حد ما اقول ما حدش هيلحقني. فانا حاطه نفسي مكان الشخص المخطوف بقى ايا كان ده جنسيته ايه ولا ولد ولا بنت ولا ايه يعني انا هبقى محتاجه ان حد يعمل معايا زي ما انا عملت معاه. فعشان كده ما فكرتش خالص قلت لا لازم ما ينفعش نسكت ما ينفعش يعني ما عندكيش اكثر من تفكير هو لا تفكير لا. واحد بس ان القيم والمبادئ لا تتجزأ النخوه والشهامه بالظبط عشان لو حصل لي ده الاقي اللي ينقذني بالظبط يعني. طبعا كأم المشاعر هتبقى مختلفة وانا سألتك ده في الاول بس طول الملاحقة دي ما جاش كمان في دماغك تقولي للأب لا خالص خلينا بقى ناخد طريقنا احنا ونمشي لا هو كان كل هدفنا وهدف علاء ان هو يوصل للعربية بأي شكل كان حتى ان شاء الله يكسر عربيتنا احنا يعني احنا
يعني كان عايز يوصل له بأي شكل من الأشكال، وطبعا كلنا يعني في نفس الشعور، ومحدش فينا يعني حس ان في خطر ولا اي حاجة، بالعكس احنا كنا عايزين نوصل للولد بأي شكل كان وننقذه بأي تمن. الإصابات اللي في خد حضرتك دي من نتيجة الخبطة في العربية؟ الخبطة في العربية، يعني خبطت في العربية اللي انا كنت راكباها يعني. ويارا انت عندك اصابات؟ انا في ظهري وفي ايدي هنا. ده واضح انت كمان عندك كدمات في الجسم كتير يعني. خلينا اسال نفس السؤال للاب بقى، العميد علاء الدين حسن. عميد علاء، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله على السلامه، وبحييك بحيي الاسره كلها على الموقف اللي أتمنى يكون نموذجا لنخوة المصريين وشهامة المصريين، اللي يعني البعض اعتقد أنها اختفت خلال السنوات الماضية يعني. قول لي يا عميد علاء، ما جاش في تفكيرك نفس الأسئلة اللي سألتها ليارا وللأم، اللي هو ده ممكن يضربوا علينا نار، ده ممكن يأذونا، احنا مالنا، ما نرجع بيتنا أحسن ومعانا طفل؟ والله انا لما شفت الولد ملثم انا يعني ما خدتش بالي الاول ان هي قالت لي فيها حد بيخطف حد. بس انا اتاكدت لما مشي قدامي بيلف يعمل لوتاب من قدامي بيلف، لقيته ملثم فعلا يعني. ده كان من الطبيعي يعني، ما قدرتش، قلت الرب واحد والعمر واحد والرب واحد يعني. ف يعني ربنا كرمنا ومسكناه الحمد لله. طيب، لانك انت اللي سايق، واضح ان الملاحقه والمطارده يعني انت شايفهم قدامك يعني. انا شايفهم قدامي، وللاسف الناس يعني هم انا بضرب كلاكس والناس والصوت ولادي يعني بينادوا حرامي حرامي. الناس للاسف كان بيوسعوا لهم الطريق. بيوسعوا لهم؟ الطريق يعني، فاكرين ان في حاجه يعني، او يعني مش عارفين يعني مش عارفين او مش فاهمين ان هم دول المقصودين يعني. مش هم دول المقصودين، فانا بجري وراهم والناس بتوسع يعني. هم المشكله ان الناس كانت بتوسع لهم الطريق من الاول يعني، من اول حسنين. وده اللي خلى المطارده تطول شويه. تطول واخد حوالي 6 دقائق تقريبا. 6 دقائق في شوارع داخليه، وخبط ولد معاه موتوسيكل خبطوه، وبعدين لما اتمسكوا كان في واحد جري من ناحيه والتاني من ناحيه، قلعوا الماسكات بتاعتهم معايا سابك، وبعد كده في حارس عقار اتضرب بمطوه معايا سابك. بس الشباب اللي كان موجود، لا مين اللي اتضرب بمطوه؟ حارس عقار. هم اللي ضربوه بمطوه؟ ما ضربوه بمطوه. ده كان بيحاول يمسكهم يعني. بيحاول يمسكهم بس الشباب كان واقف بعد الماتش، كانوا كتير بيحتفلوا يعني بالماتش. اهو ده كمان يعني، حتى حارس العقار ده نموذج ايضا للنخوه والشهامه يعني. والولد بتاع الموتوسيكل، الولد بتاع الموتوسيكل اللي داسوا عليه يعني، في ولد كمان داسوا عليه بالعربيه، خبطوه بالعربيه وداسوا عليه. أنا بشكر حضرتك، وإحنا بنحتفل بالأسرة زي ما قلت لكم يا جماعة، أسرة كاملة، أب وأم وبنتهم وحفيدهم. كان ممكن هنا للأسرة إنها كل تفكيرها يبقى في أمننا وسلامتنا. ناس كتير بتفكر في هذا الاتجاه، ونقول لهم دايما يمكن أن تقع في نفس المأزق، فعشان تلاقي حد ينقذك تعالوا كلنا ننشر قيم الانقاذ بهذا الشكل، قيم النخوه والشهامه. يعني اوعى تعتقد ان اللي بيحصل لحد مش ممكن يحصل لك، لا هيحصل لك، ويمكن ان تكون انت الضحيه القادمه يعني. وبالتالي خلونا نرسي هذه القواعد والقيم اللي هي متاصله في جذورنا وفي بيوتنا، ربما بسبب زي ما قلت لكم بعض الأحداث العاصفة وبعض الخلل اللي حصل في التركيبة الاجتماعية وبعض التدني الأخلاقي اللي ربما انتشر يعني، غابت النخوة والشهامة إلى حد ما. لكن أعتقد أن الأصل
بيرجع تاني والنخوة والشهامة ستعود أقوى. أنا كنت عايزة بس أقول لحضرتك حاجة، إن كان الشباب بصراحة يعني هم لولاهم برضو ما كناش عرفنا نوصل للجناة دول، هم جريوا وعرفوا يوصلوا لهم يعني، سواء كان الولد هما الاثنين، واحد مشي شمال والتاني مشي يمين، فالشباب هم اللي جابوا. كويس جدا انه حتى كمان لما في اكثر من شاب، بس البدايه بدات من عندكم. الحمد لله، يعني لو انتوا ما عملتوش ده ما كانوا هياخدوا الحمد لله، بس اللي خافينه هيمشوا يعني. انا عايزه بس اقول يعني ان الشباب ساعدونا يعني برضو ان هم يوصلوا للجنايه يعني. والله انا كمان بحييك انك مش عايزه يعني تستأثري بالموقف نفسه ليكي وتقولي لا ده كان معانا كمان ناس كلها عندها نخوة وشهامة. كمان لما العربية وقفت وبسبب ان هو خبط في عربية تانية، احنا كنا عايزين بس حد يوقفه من الناحية التانية، فالحمد لله ربنا جاب العربية دي اللي خبطت العربية، فالناس كلها يعني جاء عليها زي صهم الله كده. وهنا لو عملنا كلنا كده، والله يا جماعة 70-80% من حوادث الاختطاف بتحدث أمام أعين الناس، لو كلنا عملنا كده أعتقد إن إحنا يمكن القضية مش قضية شرطة بس، مطلوب منها إنها تقبض على الجناة. لا، ما هو بيبقى قدامك أحيانا النخوة والشهامة من عوامل الثبات في المجتمعات دي. خلينا ناخد مداخلات كده بسرعة. أستاذ عبد الجواد من الأقصر، أستاذ عبد الجواد اتفضل. استاذ عبد الجواد، استاذ سامي من البحيره اتفضل. تحياتي لحضرتك يا استاذ وائل، تحياتي لضيوفك المحترمين وعلى راسهم الاستاذه يارا، ربنا يبارك في ابنها. عملت اللي فيه رجاله كتير مش بتعمله في الايام دي للاسف يا استاذ وائل. يعني يا ريت الاستاذه يارا ديت تكون يعني الشباب والرجاله والنخوه بتاعتنا يغيروا منها، لان دي واحده ست برضه يا استاذ وائل معرضة ابنها للخطر ومعرضة نفسها وأبوها. طبعا عوامل الخوف عندها هتكون أكتر أستاذ، وعوامل العاطفة يعني ابني أمي أبويا. أستاذ وائل يعني هي بتقول لك أني تخيلت نفسي في الموقف ده، يا ريت كل واحد يسمعها ويحط في مكانه. هي أنقذت إنسان، ما أنقذتوش من السرقة يا أستاذ وائل، ده أنقذتهم الموت. أنت عارف الصويع دول كانوا هيعملوا فيه إيه؟ ما كانوا ممكن يموتوه يا استاذ وائل. ما هو بالتاكيد هم مش خاطفينه علشان هيلعبوا ماتش كوره يعني او حاجه. بالظبط كده يا استاذ وائل، فاحنا دلوقتي النهارده جريمه القتل في الشارع يا استاذ وائل للاسف، الناس بقت تتفرج وتصور، الواحده بتختصر يا استاذ وائل، الناس بتتفرج وتصور. يعني احنا مصريين النخوه دي كانت موجوده، ما كانش واحد يستحمل واحد يعاكس واحده في الشارع، النهارده مباح ان واحده تبقى بتستغيث والناس بتتفرج وتصور، احسن حاجه فينا ان احنا نصوره. احسن حاجه في مصر طبعا. وفي جريمه ضبطت قبل كده بسبب سيده صورت العربيه في بس انت طبعا بتقول انه انا معاك في انه قيم النخوه والشهامه لازم تنتشر بين الناس. بشكرك. معايا الاستاذ مين؟ احمد. استاذ احمد، استاذ احمد من الجيزه اتفضل. استاذ احمد بسرعه لو سمحت. الو استاذ احمد، انا سامعك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. تحياتي لك استاذ وائل. اهلا بيك، اهلا بيك، اتفضل. بغطي على حضرتك وعلى ضيوف الكرام. بيحيوك كلهم، اتفضل. الله يخليك. انا بصراحه مش عايز اقول لهم غير الله ينور عليكم. وفعلا احنا محتاجين ان كل الشعب، كل واحد يكون فرد امن. يعني بجد بجد الله ينور عليكم، وهو ده المواطن المصري فعلا. وبلاش السيد الرئيس يكرمهم علشان يكونوا مثل اعلى للشعب كله. انا النهارده يا استاذ وائل طالع من محطه بنزين، واحد خبطني وجري بهدل العربيه ومفيش حد وقع، وكل الناس واقفه، محدش فتح بقه ولا حد نزل ولا حد ساعدني ولا حد مسكه. اهتمامنا بده ان شاء الله ننشر قيم النخوة والشهامة من جديد، يعني اللي البعض اعتقد انها غابت الى حد ما في السنوات الماضية. بشكرك. استاذ عماد من البحيرة اتفضل. ازي حضرتك يا زواج؟ اهلا بيك، اتفضل.
استحلف حضرتك بالله العظيم تسمع منك. اتفضل. حضرتك انا بتعرض لتهديد انا وبنتي، بنتي في الازهر بتستخدم موبايلها وكلمات الامتحان في الازهر، وبحاول اتكلم حضرتك كتير من سيده مدرسه في الازهر اسمها انتصار عبد الله. لا خليني ما نقولش اسماء اما تحقق من ده، سيب بس طيب بياناتك. أنا عندي طب خليني انا هكلمك بعد الحلقه، سيب بياناتك الدنيا يا جماعه بياناته بعد الحلقه ان شاء الله. بشكر استاذ متولي من الاهليه، اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل، ومساء الخير لضيوفك حضرتك، وكل سنه وطيب والمجد طبعاً. للشهداء، لشهداء الوطن كلهم طبعا، ربنا يجعلهم من يعني من الشهداء ويحسبهم ان شاء الله في الجنه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دي اول حاجه. ثاني حاجه انا يعني بحيي المدامات الموجودات، وبحيي باباهم، وبحيي الاخ اللي ابتلى بتاع الموتوسيكل والبواب انت اشدت بيه، بصراحه موقف انا شايفه موقف نبيل منهم كلهم والمدام اللي موجوده. ولكن انا حابب اخدكم حاجه صغيره، احنا عايزين الناس اللي زي دي الاجراءات الجنائيه تاخد مجراها، مش بعد اسبوعين ثلاثه نلاقوهم طلعوا على ذمه القضيه. واشكرك جدا. بشكرك. ابو حمزه من بورسعيد. ابو حمزه اتفضل. ابو حمزه اتفضل. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل ابو حمزه. انا بحب اشكر الناس والله اللي وقفوا مع الشاب ده، لانه كان الله اعلم كان ممكن يحصل معاه ايه، كان ممكن تلقط اعضاء، كان ممكن ابتزاز بفلوس، كان ممكن حاجات كتير. بس والله بنشكر يعني الست الفاضله اللي قاعده جنب الاستاذ وائل، من الله ربنا يكتر من امثالك يعني. بشكرك. استاذ مين؟ استاذ احمد. لا يا جماعه بسرعه، ما ينفعش كده. استاذ احمد اتفضل. ازي حضرتك يا زوائل؟ اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل اتفضل. حضرتك عزانا اولا لشهدائنا في الواحات، وبنحيي اللهم تغمدهم جميعا بواسع رحمتك، وبنحيي شجاعه الاخت اللي دفعت عن الشاب ده، ودي نخوه المصريين اللي احنا فقدناه من فتره جامده جدا وزعلنا عليها. النهارده احنا كنا متعودين في الشارع حتى زوائل لما نلاقي موقف مثير او موقف يغضب اي حد بتلاقي الشاب الصغير والكبير واقف. للاسف شديد جدا احنا محتاجين ثوره اخلاق تعيد للشعب. عندك حق، عندك حق، كله كرامه. حصل تدني اخلاقي خلال السنوات الماضيه، محتاجين نستعيد اخلاقنا الحقيقيه يعني. غريبه. وتحيه خاصه لحضرتك وليا رجاء خاص بعد اذنك. اتفضل اتفضل. انا يعني كلمت حضرتك في الموضوع وقلت لي سيب التليفون وسيبته، لا حضرتك كلمتني ولا حد من المتابع بتاع حضرتك كلمني. ده امتى ده؟ الكلام ده من اسبوعين بالظبط تحديدا. لا يا جماعه خدوا التليفون يا جماعه وادوني. لا وعد هكلمك ان شاء الله بعد ال... محمود من البحيره. استاذ محمود اتفضل. السلام عليكم يا استاذ وائل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. والنبي اولا انا بنقدم عزائي لشهدائنا في الغردقه، ورب ربنا يتغمدهم جميعا بواسع رحمتك. في الواحات. لا ابعد عن التلفزيون. حضرتك بنقدم عزائي لرجالتنا في الغردقه. في الواحات، في الواحات، بس ابعد عن التلفزيون بس. استاذ وائل. اتفضل. استاذ وائل. انا سامعك، اتفضل. في استغاثه بس، احنا انا من سيدي غازي محافظه البحيره. بيوت هاجمه على بعضها وفي قتلة بتوجع اهي، واستغاثة لوزارة الداخلية لو سمحت. طيب خلينا ناخد البيانات بس ونشوف. استاذ علي من اسكندرية اتفضل. استاذ علي. ايوه السلام عليكم. اتفضل اتفضل، سلامة الله وبركاته. ايوه ايوه استاذ وائل حضرتك دلوقتي. استاذ علي ابعد عن التلفزيون شويه، ابعد عن التلفزيون. حاضر حاضر. حضرتك دلوقتي انا مش عايز اتكلم في المشكله اللي انت بتتكلم فيها، انا هتكلم في حاجه ثانيه. انا عندي لا خلينا في الموضوع يا استاذ علي عشان بس ما ابعدش عن الموضوع. عندك مشكله ثانيه سيبها لي في الكنترول. هاخد تليفون اخير. استاذه نهى اتفضلي. الو مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضلي اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا بس عايزه اشكر يارا جدا، لان اللي عملته ده بجد مفيش حد يعمله. انا الاسبوع اللي فات بعد ما وصلت ابني للمدرسه في مصطفى النحاس الساعه 8 الصبح وراح شغلي، واحد قاعد يجري ورايا في العربيه بالعربيه ويزنق عليا
ماشي، وبعد كده في الاخر انا هديته وقفت، وبعد كده جه وقف قدامي كان شكله غريب والعربيه من غير نمر، وقعد يخبط على الكبوت جامد وعايزني ويشتمني، يا بنت كذا يا بنت كذا انزلي. وقعدت اكلكس للناس حوالي 10 دقائق، ولا حد عبرني ولا حد رضي يقف لولا ستر ربنا، ان ولا حد سندك خالص في الشارع ولا اي حاجه، وعماله اصوت، وكل ما عربيه تعدي وفيها مثلا راجل او اي حاجه اقعد اصوت لهم اقول لهم انقذوني، وهو عمال يخبط خايفه يكسر عليا الازاز. انا طيب احنا ما احنا عندك حق، احنا عاملين ده علشان يا جماعه نستعيد تاني قيم الوقوف جنب بعضنا البعض، النخوه والشهامه. ازاي لما تشوف حاجة غلط ما توقفش ساكت كده، لا قول انا لازم اساند الحق، وقول انا لازم انقذ من يستحق الانقاذ. يعني شوفوا نتيجة هذا الموقف، شوفوا تداعياته واثاره ايه. اولا منع جريمة، انقاذ ضحية بريء، منع مجرمين من الافلات من المساءلة والمحاسبة، كمان مساعدة الأمن، كمان إشعار الناس بأن كلنا ممكن نقف جنب بعض، وكمان إحياء قيم النخوة والشهاوة. كل ده تحقق من حادث بسيط جدا تابعناه على مواقع التواصل الاجتماعي واهتم بيه الناس بالأمس. طيب رزق من القاهرة تليفون بسرعة، يلا أستاذ رزق اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل، انا بشكر حضرتك على الموضوعات اللي حضرتك يعني بتتكلم فيها، دايما بتبقى موضوعات هادفه يعني، وبشكر ضيوفك. طبعا انا بعزي كل اسر الشهداء. عايز اقول حاجه، ان الوالد اللي هو والد زوج الاستاذه ووالد الاستاذه اللي حضرتك مستضيفهم ده عميد يعني من الكليات اللي هي اللي احنا كنا بنتريق عليهم من كام يوم ونقول ده هربوا ده عملوا ده مش عارف ايه ده استسلموا. عايزين ناخد بالنا كاعلاميين من الكلام ومن الحاجات ولا حد يقبل بالاستهزاء بالشهداء. اللي قاعد في بيته ده، اللي قاعد في بيته ده والشهيد رايح يحبط عمليه ارهابيه ويستهزأ، يعني ده لا يستحق ان يكون انسانا يعني. وبالتالي هنا دي نقطة الحقيقة، كلنا هتلاقي المجتمع وقف بصلابة ضدها يعني. اتفضل. ده عميد يعني عارف يعني ايه يا ربي طلع بنت بمئة راجل. مدينة مصر دي عمرها طول عمرها زحمة ليل نهار، لكن هي بنت ومعاها ابنها على حضنها، لكن جريت وعملت شغل احسن من 100 راجل في الشارع. طبعا بشكرك مدام دلال. مدام دلال اتفضلي. ايوه يا يارا، معاكي عمتك. عمتك في كندا. انت عمتها، اهلا بيكي. في كندا. انت في كندا. انا بتكلم من كندا. انا فخوره جدا بيكي يا يارا، اللي عملتيه جدا ما شاء الله، ربنا يكرمك يا رب. 10 رجاله، يا ريتنا كلنا البنات كده كلنا مع بعض نقف وقفه واحده، وربنا يحمي اخويا علاء. البطوله يعني ما فيش فيها رجاله وستات، البطوله الجميع ابطال يعني. والحقيقه يارا قدمت الله، وربنا يحمي مصر يا رب. امين يا رب، يحمي مصر كلها، كلنا نقف مع بعض واحده. ان شاء الله. انا بشكر يارا. عايز تقولي كلمة أخيرة؟ صحيح أنت عملتي موقفا تلقائيا يعني بشكل تلقائي، بس كمان من حق المجتمع أنه لما احتفى بالمشاهد يعني أنه يحتفي بده، لأن واضح أنه الناس يعني كانت عايزة مشاهد من هذا النوع تزيد وتكتر، وأنه القيم دي تنتشر. هو أنا بس كنت عايزة أشكر الناس اللي يعني ناس كتير قوي بعتت لي على الفيسبوك و مسجز وكومنتس وحاجات كتير قوي بتشكرني فيها. انا معرفتش طبعا اشكرهم كلهم واحد واحد. بس يعني والله انا فعلا ما عملتش حاجه خالص، انا مش شايفه ان انا عملت حاجه عظيمه يعني. انا عملت الواجب المفروض ان انا اعمله، او اي حد في مكاني كان المفروض يعمله، وربنا يحفظ الناس كلها ويبعد عننا اي شيء. عملت كتير والله يعني. اولا منعت جريمه، انقذتي بريئا، منعت مجرمين من الافلات،
الحمد لله. ساعدت المجتمع. الحمد لله. بننشر كمان، شوفوا انه الناس لما تقف جنب بعضها البعض طبعاً. هيحصل ايه؟ طبعا طبعا دي اهم حاجه والله. لولا انا مساعده الناس يعني، والموضوع كله احنا دايره واحده. لو انا لوحدي ما كنتش هعرف اعمل حاجه، كان لازم حد يساعدنا احنا كمان عشان خاطر نقدر نمسك الناس دول او نوقف الجريمه دي، او احنا ننقذ الولد ده من اللي ممكن يحصل. يا يارا، وصوتك في المشاهد لو اسمعها كده وقبل ما اختم بسرعه، شوفوا صوت استغاثه تلقائيه حقيقيه نابعه من القلب لما انتشرت بشكل كبير وتم تداولها، فالحقيقه اثرت في الناس جدا. لما ده يعني انا بقول لكم يا جماعه علشان تسمعوا يعني يارا وهي بتتكلم معانا في الاستوديو، لكن ده صوتها وهي بتستغيث وهي بتستخدم قواعد النخوه والشهامه التلقائيه اللي مش محتاجه ان احنا نصنعها، لا ده هي تلقائيه بداخلنا يعني، وانقذت حياه مواطن، احبطت جريمه، ساعدت في القاء القبض على مجرمين ما كانوش هيعملوا كده بس في الضحية دي، ده يعني كان هيبقى في ضحايا تانيين يعني. شوفوا كم الثمار والنتائج المترتبة على موقف بطولي وإيجابي. بشكركم جميعا وبشكر حضرتك كأم، ربنا يخليك ميرسي، وإن شاء الله قيم النخوة والشهامة تعود من جديد لتنتشر في الشارع المصري. اعتقد البعض أن التركيبة الاجتماعية، وده حقيقي حصل فيها خلل، توهم البعض وانه الخلل الاخلاقي ده والتدني الاخلاقي يمكن انه يستمر، لا، في عائلات مصريه اصيله وهو ده اللي هيضغى يعني القيم والقواعد التقليديه اللي تربينا عليها جميعا. النخوه والشهامه شوفوا ثمارها اللي تحقق، اللي تحققت ايه، زي ما قلت لكم شوفوا ايه النتائج المترتبه على ذلك. الاهم ان احنا كلنا نرجع تاني كده بهذا الشكل، نبقى مدفوعين بالنخوه والشهامه في التعامل مع احداث من هذا النوع. حكايه بقى وانا مالي، طب ولو اذاني، الاذى يمكن ان يلحق بك حتى لو انت قاعد في بيتك تعتقد انك امن يعني. وتخيل نفسك دائما انك يمكن ان توضع في نفس المأزق، في نفس المشهد، فانقذ حياة مواطن هنا بتقدم عملا نبيلا هيرجع لك وللمجتمع كمان يعني. فاعتقد ان نتمنى ان بعد هذا المشهد اللي انتشر بشكل كبير تنتصر دائما قيم النخوة والشهامة. هنكمل معاكم بعد الفاصل قضية ايضا في غاية الأهمية هنناقشها معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد، دايما بنهتم بهذه القضية يعني، وبنقول يعني هو ليه الناس لماذا لا يهتمون بإعمال العلم والعقل، لماذا لا يبحثون عن وسائل لعلاج مشاكلهم. ومع ذلك هنناقش القضية بموضوعية شديدة جدا. ايه حكاية انه الناس تقول لك الكف والفنجان والودع ويحاولوا انهم ان يجدوا حلولا لمشاكلهم من خلال هذه الوسائل، وعندهم خوف من المجهول فدايما يلجأوا ايضا الى هذه الوسائل للاطمئنان في الحياه يعني. طب ببساطه شديده عشان ما نعقدش المساله، هل ده دجل وشعوذه ولا علم وموهبه زي ما بيقول اصحابه؟ هقدم ضيوفي داخل الاستوديو، مهندس محمد نور. مهندس محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت كف. يعني موهبتك في الكف. كف واشياء اخرى. طيب خلينا في الكف، سيبنا من الاشياء الاخرى. مدام سلوى
فنجان وكف وكوتشينة. أيوة ده مسلمة، ده أنت موسوعية. فنجان وكف وكوتشينة وسبحة كمان. ده هنشوف لسه. مدام سمية فنجان، أستاذة فنجان أنت. طيب نجهز فناجين القهوة دلوقتي. كالعادة بيبقى معانا دايما في هذه القضايا الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الزقازيق. دكتورة هدى أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. معانا كمان أستاذ عبد الحليم هاشم محامي، وهو أيضا صاحب حالة في ده، هيقول لنا عليها إيه اللي حصل. وبعد قليل هينضم لنا الشيخ مظهر شاهين حتى تكتمل كل جوانب المناقشة. إحنا يعني أجرينا تحقيقا تلفزيونيا يتعلق بهذه القضية، لماذا يلجأ الناس إلى هذه الأساليب، كف فنجان كوتشينة، للبحث عن حلول لمشاكلهم، للبحث عن قضية الخوف من المجهول، لماذا؟ ده تحقيق تلفزيوني كامل عن القضية اللي هنناقشها بعد قليل. خلوني أقدم الشيخ الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور مظهر أهلا بيك. أستاذ وائل تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا، بعتذر عن التأخير بس الطريق يعني. لا لا خالص، ده يسعدك. مدام سمية خلينا أبدأ معاكي. فنجان، خلينا أبدأ بالفنجان. إيه طبيعة الناس اللي عايزة حل لمشاكلها من خلال الفنجان، أو اللي عندها خوف من المجهول فبتلجأ لك وتقول لك اقري لي الفنجان؟ نفسيتهم بتهدى يعني لما بيشوف الفنجان، نفسيتهم بتهدى. اي حد عنده مشكله بيتفرج، انت ممكن تكوني ممكن تكوني بتبيعي لهم الاوهام فنفسيتهم بتهدى. لا ما فيش اوهام، ما باخدش لمؤاخذه فلوس عشان ببيع لهم اوهام. لا هو جمعيه خيريه، انت بتغري لهم الفنجان مجانا؟ ساعات بمجان، ساعات ما بيبقاش معاهم فلوس. لا ما ادام سمي يعني قول انا بقى يعني بامتهن هذه المهنه ودي شغلتي، لان انت مش هتعمليها بدوافع خيريه وانسانيه، لا بتعمليها بمقابل مادي. لا مفيش مادي، ما انت قلتي ساعات كده كلهم اصحابي، كلهم بقى من ذوقيا منهم يعني ذوقيا ما هي بتيجي ذوقيا ذوقيا منهم بس كلهم صحابي كلهم. طيب حبايبي، هل ده علم؟ انا سامع يعني حتى هنا الدكتور عزه بتقول لك انه طبيعه القهوه هتعمل طبيعتها بتعمل خيوط متشابكه وتعمل اشكال ومناظر بهذا الشكل يعني، لكن ملهاش تفسيرات يعني. ليه بتبيع هذه الاوهام للناس؟ لا مش اوهام. مش اوهام، مش ما ببيع لهمش حاجه باخد مقابل ليها، ده حاجه دي يعني بتبقى. لا خلينا، احنا قلنا المقابل. ما فيش مقابل. طب ده ايه؟ ده علم مثلا؟ من صغري. تعلمتي ازاي؟ وقعت في غيط، كان عندي 12 سنة. فبسم الله الرحمن الرحيم لقيت حاجة طالعة لي من الأرض، لابس أبيض بنطلون وزي سروال كده. فكبرت وجوزت وبدأت. طيب أنا بس حياتي. عشان أنا من أنصار العلم والعقل، فدايما يعني هل احنا محتاجين عشان نوهم الناس باسطورتك ان انا اجد لها جذور مع الجن والجان ولا لا؟ مفيش جن. امال ايه اللي طلع لك؟ راجل كويس خلاني حجيت وبصلي الحمد لله. انا ساعه الفجر ميدا قبل الفجر. لا انت بتقولي وقعت في الميه باين ولا ايه؟ لا وقعت في الغيط، في الغيط. بيتنا جنب الغيط. وايه اللي طلع لك بقى؟ حاجه من الارض طلعت لي، لابس ابيض في ابيض. اللي هو مين ده؟ ايه واحد بسم الله الرحمن الرحيم، انا متذكره شكله، دقنه دي كده اهوت، وما شاء الله حاجه جميله فعلا. فمعايا من هل صغري. انت محتاجه عشان تقنعي الناس باسطورتك يعني نقوم نعمل لهم اسطوره ثانيه لا يا استاذي، لا مش كده خالص، انا ما باخدش مقابل. طيب ليها ايه علاقه ده بالفنجان؟ علمك الفنجان ازاي؟ دي زي ايه يعني؟ سبحان الله، حاجه كويسه، حاجه كويسه. ساعات ابقى نايمه والاقي النور ينور لي في الحيط، قبل ما اروح احج لقيت الرؤيه، حاجات كويسه. لا طب اللي انت بتصدري للناس ليه لما بيجي لك حد ما تقولي له لو انت عايز تتعالج روح لطبيب، لو انت عاوز عندك مشاكل نفسيه في طبيب نفسي، لو انت عاوز تنجح ذاكر واتعب،
ما هو ده اللي لو انت عايز الحياه الزوجيه تنجح ما هو ده اللي بيحصل. امال طب ليه الفنجان؟ ما هو ده اللي بيحصل. بقول له انت عندك مشاكل في مدرستك، مشاكل الاستاذ بتاعك او الاستاذه بتاعتك. بتشوفي ده ازاي؟ في قلب الفنجان بيبقى في ورق قدامي، في مدرس، في مدرسه، يعني في حاجات انا اميه اصلا. تقدر تشوفي لنا داعش فين دلوقتي على الحدود مع في حد متسلل من ليبيا؟ حد لا ما فيش الحاجات دي، انا مش بدجل، ما مش دجل. ما انت اشمعنى شفتي ده؟ دي حاجه في الفنجان انا بشوفها في الفنجان. انا اميه ساعات بشوف حروف، اسامي، حاجات كويسه مش وحشه، مش دجل خالص. ما انا بقول لك لو ده، لو ده علم، طب ما احنا نقعد بقى ونشوف داعش فين. انت بتقولي انا بشوف مين عامل لك مشكله في المدرسه ومين عامل لك مشكله هنا. اه انت هتنجح، ربنا هيكرمك، بيبقى قدامي ورق ابيض جميل. طيب مدام سميه، عشان اسال فتاة، عشان انت بقى انت كوتشينه وفنجان وكف مش كده؟ طب الكوتشينه ايه؟ الكوتشينه دي بتبقى يعني عباره عن هدف، يعني مثلا بنتي جالي مخنوقه ومتضايقه من حاجه، طب انت متضايقه من ايه؟ بروح فاتحه لها الكوتشينه، اشوف على الكوتشينه هو هدف واحد بس، اقول لها لا مثلا انت هتمشي مش هتمشي، هتقعدي ومش هتقعدي. هي بتيجي في الكوتشينه حروف، انا بعرف اقرا، بتيجي بجمع الكوتشينه حروف بتمشي مرتاح. ايه الكوتشينه حروف؟ الكوتشينه دي حروف تلعب لهو يعني؟ اه حروف. احولها لعلم كمان؟ لا لا لا, لا وعلم ما اقدر اشوف بيه الغيب؟ لا لا لا, لا هو مش علم ولا احنا ما طبعا ربنا هو اللي بيعرف الغيب. لا هي كل الحكايه ان وهبه او مثلا شطاره. ازاي يعني بتجيبي له كوتشينه بتعملي ايه؟ الكوتشينه بتتفرد كده وبجيب حروف منها، بتيجي بقى يعني بتيجي، ممكن تقول بالصدفه، ممكن تقول تيجي حاجه حلوه بس، لكن ولا حاجه طلعت لي ولا حاجه نزلت لي. طب ما هو ده برضه شطاره الوهم، بيع الوهم للناس. بس انا ما ببيعش، انا كل اللي بشوفه. تاني كلكم جمعيه خيريه يعني؟ لا مش جمعيه خيريه، ما قلتش لحضرتك جمعيه خيريه. بتاخد فلوس مقابل؟ لا لا ولا فلوس. انا لو بنت جاتني وشافت الفنجان وشافت الكوتشينه عندي وارتاحت، اما بتنجح بتجيب لي هديه، لما مثلا ربنا بيرزقها بعريس حلو بتجيب لي هديه. طيب بس الهديه انا مقابل يعني، هي فلوس يعني، انت انتوا بس بتلاقوا لها مبقى. طيب الكوتشي ايه يعني؟ كوتشي علم في ايه؟ او هي ما فيهاش علم، انا قلت وهبه ما قلتش علم. وهبه في ايه؟ انك انت استطيع من خلال الكوتشينه اعرف مصائر البشر لا ما فيش، ما حدش بيعرف المصير غير ربنا سبحانه وتعالى. امال بتقولي لهم ايه؟ لا الفنجان بيبقى في ايدينا، في خطوط، وزي ما الحاجه قالت برضو قبل مني بيبقى في خطوط، انا ما بعرفش اقرا، فطبعا ده بيبقى علم ووهبه من ربنا سبحانه وتعالى، ان هو ممكن يكون بيديها لنا كده، بنمسك الخطوط دي نقراها. طب بنقراها ازاي واحنا ما بنعرفش نقرا؟ بتتقري ازاي؟ بنجيب الحرف اسم ما يكون انت اسمك محمد، بنقرا يعني محمد يعني ازاي؟ يعني ربنا هيديكي موهبه في كوتشينه علشان تشوفي فيها مشاكل يعني. سبحان الله، هي الكوتشينه دي انا قلت لحضرتك هي هدف واحد، زي مثلا ما انا عايزه مثلا اروح مشوار وبصلي الاستخاره عشان اشوف نفسي يعني هتنفع ولا لا. الاستخاره مش الكوتشينه. طب الودع، الودع اللي هو لا ما اعرفش الودع. انت ما بتشتغليش في الودع. طيب طب بصوره دكتوره ده بتشوفيه لان ناس كتير بتلجا طبعا بيقول لك الفنجان، الكف، هل ده بيع للاوهام ولا علم زي ما بيقولوا كده؟ يعني هو في خيط رفيع قوي ما بين الفريق اللي اتكلم دلوقتي وتمتع بذكاء بيخليه يمارس ما نسميه القوه والتاثير النفسي، لكن مش زي الطبيب النفسي. يعني هو بيعيش يعني بيتلقى مصادر القوه من انه ايه؟ يعيش على مخاوف وطموحات وأملنا وبكرة، كلنا نحمل آمالا لبكرة مش كده؟ وأنا فاكرة كانت في أغنية بتغنيها شريفة فاضل، لو جاية بكرة تهنيني قرب واجري، ولو جاي تبكيني ما تجيش بدري. فدي حالة كل الناس، نحن نريد غدا أفضل. عشان احنا كلنا كبشر نريد غد أفضل، هناك من يتمتعون بموهبة القوة والتأثير على حلمنا وعلى املنا وعلى مخاوفنا، خصوصا من يعني ما انا ناقش ما هي الفئه التي تلجا، ما هي الفئه التي تسال، يعني من اللي بيحلموا ببكره، اي نوع من الفئات الاجتماعيه، هل هم الاكثر تعليما او الاكثر ثروه او كذا. والله بلاقي ده وده. انا لاحظت ده بدليل ان بعض الاباطره كانوا بيلجاوا دايما
لمن يعني يخبرهم عن الغد وعن المعركة القادمة أنه هينتصر فيها إلى آخره يعني. فلكن ربنا سبحانه وتعالى رحمنا من أن نعرف الغد طبعا. يعني تخيل حضرتك لو أن أحدهم أخبرنا عن الغد ما نتحركش من البيت، مش كده يعني؟ طبعا طبعا. فإحنا مأمورين بالسعي، إنما إدراك النتيجة هي مسألة إلهية خالصة. طب ده إيه بتتعاملي معاه على إنه إيه ده؟ هنا يعني في ملاحظة عامة، يعني هل إحنا أمام دجل وشعوذة عند البشرية كلها؟ بيزنس خزعبلات وعند البشرية كلها فكرة، يعني أما نشوف مثلا حتى قبائل الهنود الحمر، الساحر هناك هو رجل العلم البدائي يستخدم بعض قوانين العلم بس بيتطلع في صورة سحر. فهنا المسألة بتاعت هل تسود الخرافة في مجتمع ما أم يسود التفكير العلمي، دي بقى مسألة بتختلف بطبيعة المجتمع اللي احنا بنتعامل معاه، وكمان بتختلف بطبيعة الشخصيات اللي هي أنا أريد كل الأشياء. يعني في يوم من الأيام مثلا الكنيسة الكاثوليكية حاربت جاليليو عشان رجل علم، مش كده؟ فكان الكنيسة كانت بتشتغل في إيه؟ بتأثير وقوة نفسية عالية بدعوة السيطرة على نفوس مسيحية أوروبا. فلما جه رجل يقول الأرض بس كروية خدته عشان تمضيه على ورق أنه كاذب. يعني طيب. العلم ينهزم في لحظة إذا كانت السيطرة للتفكير خرافي. طيب شيخ مزر، لما أسمع المهندس محمد بقى يكلمنا عن هو كف، يعني بتشوف ده بتتعامل معاه ده ازاي؟ الكوتشينه والفنجان والودع. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني مع عظيم تقديري لكل الاخوه الحاضرين سواء اتفقنا او اختلفنا يعني في هذا الموضوع. انا رايي اولا انه كل ما يتعلق بقراءه الكف والفناجين والى اخره هو نوع من الدجل والشعوذه، هو بيع الوهم لمن يصدق ذلك. القضيه هنا متعلقه بموضوع خطير جدا وهو موضوع علم الغيب. مش بنتكلم عن كوتشينا وعن ودع وعن هذا الموضوع متعلق بما يسمى في العقيدة علم الغيب. شرط إيماننا من أركان الإيمان أو من شروط الإيمان أن نؤمن بالغيب. الغيب المتمثل في إيه؟ المتمثل في المولى سبحانه وتعالى. هو بالنسبة لنا غيب، ما شفناهوش يعني صحيح. سمعيات. القضاء والقدر، أن نؤمن بالملائكة، أن نؤمن باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وصراط وما إلى آخره. لا يكتمل إيماننا إلا إذا آمنا بالغيب، ده رقم واحد. رقم اثنين، هل لأي بشر، لأي شخص غير المولى سبحانه وتعالى وهو ليس شخص طبعا يعني، هل قدر الله عز وجل لأي شخص أن يعلم الغيب؟ الإجابة لا. أنا سمعت المهندس محمد في التقرير بيقولوا أنت هيجي لك قلب وهتطلق ويقولوا أنت هتطلق وأنت مظبوط يقول اللي هو عايزه، ده حقه يقول اللي هو عايزه، لكن أنا بقول ليس هناك بشر على ظهر الأرض يستطيع أن يعلم الغيب، يستطيع أن يعلم ماذا سيحدث غدا. واللي أفضل مني ومن أي حد في الدنيا ومن أي شخص في الدنيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا جماعة أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي إلا ما قدر الله عز وجل. ولو أنا كنت عارف الغيب كنت استكثرت من الخير، كنت عرفت الشر فين بعدت عنه والخير فين جريت له مثلا يعني. صحيح. الجن يا سيدي، الجن اللي هو معروف بإنه له قدرات خارقة وإلى آخره، لم يعلم بموت سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان عليه السلام القرآن يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر، أي سقط من على الكرسي اللي كان قاعد عليه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن نفسه لا يعلم الغيب، ومعروف أن الجن صاحب قدرات خارقة أقوى من الإنسان في بعض الأمور. الحاجة الثالثة، الآيات القرآنية التي تحدثت عن الغيب قطعت هذا الأمر بأدلة قاطعة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دي مسألة قطعية، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا المولى سبحانه وتعالى. فلو جالي أي إنسان يقول لي
والله انت هتموتي السنه الجايه، ده انت هتتجوز اتنين، ده انت، هذا كلام على بالمناسبه يتقال لاي حد، وممكن يصادف انه يحصل لاي حد، اي حد معرض انه يتجوز اتنين، واي واحده معرضه انها تطلق، واي بنت ما اتجوزتش معرضه انها تتجوز بعد كده. وانا لفت نظري في بعض في كلام الاخوات ان هي بتعطي، تقول لك انا بطمن الناس، يعني انا بتجي لي بنت تقول لي انا ما اتجوزتش فاقول لها تتجوزي، لكن وكان كل القدر يعني في مجمل او في ناحيه الخير ما فيش شر بيجي عشان يقولوا لهم ده انت هتحصل لك مصيبه مثلا يعني. اذا المساله قطعيه، ان مساله الغيب هي مساله لا يعلمها الا الله عز وجل. اي شخص يدعي اي ادعاء يدخله في موضوع انه يعلم الغيب، عارف ايه بكره هيحصل او بعد بكره، طب انت بتعرف، طب ما تقرا الفنجان لنفسك يعني، ما انت بيحصل لك مصايب زينا بالظبط، ما كنت بقى تبعد عن المصايب وتروح في شوفها وتتفاداها بقى يعني. ما تقول لي انت هتموت امتى، طالما انت عارف الغيب كده بص في الفنجان وقول لي انت هتموت امتى، يوم ايه بالظبط والساعه كام قول لي يعني. ما تقول لي انت اولادك هيخشوا كليه ايه مثلا يعني، ولو انت عارف مبدئيا انها مش هتجيب مجموع ما تديها درس عشان تجيب مجموع، مش هتخش كليه الطب ما تديها درس عشان تخش طب. طيب مهندس محمد يعني، لان انا استمعت اليك في التقرير بقى انت شاطح، انت هتتجوز اتنين وهتطلق مش فاهم ايه، وانت هيجي لك القلب، اقسم بالله العلي العظيم اهدى اللي انا بقوله صح. طيب اهدى الموضوع. ليه بتجزم انك تملك الصح كده؟ طب اديني فرصه اوضح. انا لسه بقول لك اهو، اديني فرصه يعني قول لي وجهه نظرك. اولا الخلط بين الفنجال والكوتشينه والكف خلط خاطئ، محدش خلط، انت كف، هما ما اتكلموش عن في باكج واحده، مش في سله واحده. انا بسالك دلوقتي عن الكف. طيب الفنجال انا اقوله لك في كلمه واحده انه كلام فاضي، الا حاجه واحده بس استثناء. اولا انا لو قاعد وشربت خمس فناجيل قهوه يطلع نفس الخطوط استحاله، يبقى كلام فاضي. الكوتشينه التفنيطه لو انا عملتها البت ثلاث مرات عمرها ما تطلع الورق زي بعضه، انما هذا خلق الله اللي هو الكف. الكف انا لا جبت فنجال ولا جبت ورق كوتشينه، اديني فرصتي عشان اثبت ان هذا علم. طب ما انا مدي لك فرصتك اتفضل. الله حكيم ولا مش حكيم؟ طبعا حكيم. الحكيم يعمل حاجه عبث؟ خلينا ندخل لي بس في الموضوع. لا معلش، اصل واخدها من ناحيه ايمانيه صرفه، انا راجل مهندس بترول ولا اتقاضى في 40 سنه مليم بقى بتشتغل الكف برضه الوجه. اقسم بالله جمعيه خيريه، هات لي واحد حتى على التليفون او في الحياه يقول خدت منه مليم، اقسم بالله لا. طيب خلينا الجانب ده نناقشه بعدين. هقول لحضرتك قول لي بقى ده علم ولا ده جل وعوزه وبيع للاوهام؟ علم بس فيه موهبه. ايه الموهبه؟ اقول لحضرتك انت لو خريج اداب وجبت لك كتاب في الطب هتقرا ورقتين وتسيبه، مظبوط ولا لا؟ لو انت علمي وجبت لك روايه هتقرا ورقتين وتسيبه. انما لو انت علمي وانا جبت لك حاجه في العلم وانت بتاكل بتخلص. طب ادخل في الموضوع بس على طول. انا عايز اقول لك ازاي الناحيه الايمانيه الصرفه خلتني اهتم بهذا الكلام. حكيم وما يعملش حاجه عبث، يخلي مخلوقات ربنا من لدن سيدنا ادم. ما تدخل لي بس في الموضوع حتى قيام الساعه. لغايه دلوقتي ما قلتليش. انا هقول لحضرتك اهو، اديني ازاي اثبت لك ان ده علم. طيب اديني فرصتي. انت دلوقتي المقدمات طولت عندك قوي. لا ما طولتش. ادخل في صميم الموضوع. لازم تطول معايا اكتر من الباقيين. يعني تكون انتهت الحلقه. لا اتفضل. دلوقتي الخطوط دي خدوا بصمة أي واحد مولود هتلاقيها تيبيكال زي المراية، الخطوط تيجي بعد سن الحلم إن كان أشول تتغير خطوط الشمال وتفضل البصمة اليمين زي ما هي، وإن كان بيستخدم اليمين تتغير اليمين وتفضل البصمة بتاع الشمال زي ما هي. عبث ولا بحكمة؟ أنا بقول أهو تجربة أعملوها. طيب أنا بكلمك أنت بتعرف الغيب إزاي من ده؟ هقول لحضرتك حاجة. أولا الخلط في كلمة الغيب، لو ربنا قال غيب من غير ألف لام التعريف كنا نقول إنها النكرة معروفة، إحنا معانا أستاذ لغة عربية. النكرة غير التعريف. يعني النكرة تعمل إيه يا أستاذنا عشان النكرة بتفتح المجال أكتر. يعني تشمل كل شيء. يعني هي لو كانت نكرة يبقى بالتالي مفيش حد يعرف ولا حضرتك. طب لو كانت نكره يعني بس عشان الناس المشاهد يفهم. طيب. بس المشاهد. طب انت طب انا هجيب لك ايه فيها نكره. انت قل لا يعلم غيب السماوات والارض. طيب.
غايبة السماوات، مش انت اهي الغايبة، اهي غايبة هي من غير الف الف ولام. طب ممكن اكمل كلام؟ اهي من غير الف ولام. وفي آية تانية قل لا يعلم الغايبة الا الله. انا بحلف انك هتتفق معايا. انا بس برد على حته نكره. طيب خلينا بس، لان انت قلت طيب لو نكره انت دلوقتي بتدعي انك تعلم الغيب. انا لا ادعي من خلال انا بعرف الغيب النسبي مش الغيب المطلق. الخلط الفظيع في الناس اني بتحفظ نسبي ومطلق. الغيب المطلق لا يعلمه الله اصلا. طب انت قلت للراجل في التغيير دلوقتي انت هيجي لك القلب. اقسم بالله هيجي له قلب. هل ده اقسم بالله؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. على قدر الله. اقسم بالله حضرتك وانا لا احنس في القسم يا استاذ وائل. تقسم فيما تملك يا استاذ وائل. الغيب غيبان، غيب مطلق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وغيب نسبي يعلمه البعض ويجهله البعض. دليله ايه يا استاذ؟ وجايه ده دليله ايه بس؟ والراسخون في العلم. ما بسالك الغيب النسبي ده جبته دليله ايه بس؟ قول لي موجود فين ده؟ ربنا كاتبه. الراسخون في العلم ديت هل لها علاقه بالغيب يا استاذ وائل؟ بس انت بتجيب كلمات من القرآن ملهاش علاقه بالموضوع. معلش انا بجاوب بس بقول لحضرتك لما تيجي الارصاد الجويه اللي بيعرف اللي بيقول لك الغيب ده يعني اللي بعد شويه يعتبر بالنسبه له غيب مظبوط. طب الارصاد الجويه ما بتقول المطر هينزل بعد 10 ايام وبينزل؟ لا 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 هو عارف غيب. لا 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 ده علم وظائف. هو ده علم زي العلم ده حركه سحب و طيب انا عارف انا ظواهر طبيعيه انا مهندس في المسائل. لا ده انا بقول لحضرتك. طب يا جماعه بس لو سمحت استاذ وائل هو انا مهندس هذا فرق الكف في ماديه الكف. انت بتعرف الغيب من الكف ازاي؟ طيب هاخد بس عايز تقول يا شيخ مصر بسرعه. الامور المترتبه على قواعد علميه ليست داخلة في أمور الغيب، في شؤون الغيب. بمعنى إيه؟ أنا البيت ده حمولته 10 أدوار، لقيت صاحبه بيبني 15، قلت البيت ده هيقع. خلاص هنا في ده معروف لأنه هو حمولته 15، عربية حمولتها 2 طن. في قواعد بحملها 5 طن في واحد واقف قال لي يا جماعة العربية دي هتعطل دلوقتي. طبعًا عطلت. طيب قول لي قول لي بس يا يعني أستاذ وائل إنما حضرتك عايز تتطرف إلى كده في الحديث. إيه علاقته بالغيب؟ أنت ما تعرفش الغيب النسبي. معرفة الغيب في الغيب النسبي والمطلق لا يعلمه إلا الله. لا يا سيدي. لا أنا بقول لك أهو. أقول لك أنا. أنت قلت الراسخون في العلم. بس الخمس آيات بتاعت الغيب. واحد واربعة وخمسة غيب مطلق واثنين وثلاثة غيب نسبي. النهاردة في الدول المتقدمة بيعرف ينزل الغيس ينزل مطر مظبوط ولا لا؟ والسونار بيعرف الحاجة اللي في ال... طيب خلينا بس يا جماعة عشان ننظم الحوار لو سمحت يا جماعة لو سمح خلينا في القضية الوقت. طيب انت بتمسك خلينا بس بتمسك كف فلان وتقول له زي ما شفنا كده انت هيجي لك القلب. عرفت ده ازاي؟ خلينا بس اقول لحضرتك وبايجاز شديد ما بتبعدنيش عن القضيه. طيب فضل. ما تقعديش حضرتك لو سمحت. طيب بايجاز يا انا هقول لحضرتك ازاي. انا بقارن بين اليد المنفذه للرجل الايمن هتتنفذ اليمين، الرجل الاشول هتتنفذ الشمال، فاشوف القدريه من التنفيذيه واقارن بين الاثنين اعرف هو جاب ايه ما كانش مكتوب او راح منه ايه كان مكتوب. واخد بالك؟ الناس بتخلط، بيقول لك اللي في اللوح المحفوظ ما بيتغيرش. ده كلام فاضي. لأن القرآن بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ما أغير نفسي أغير قدري. تاني السؤال، عرفت منين إنه هيجي له القلب؟ أقول لحضرتك، خط القلب هنا في الكف دي خطوط طبعًا. معروفة. القلب. في خطوط للقلب في الكبد والتفكير والحياة في الكبد والنصيب في الحياة والصحة والزواج والاطفال. اكثر المرض جاي له في الكبد في الكلى في لا المرض الوحيد في الكف القلب. يعني انت لا تستطيع ان لا تعلم لا مش كل الامراض. لا يعني انت لو بصيت في كف اي حد تقدر تعرف هيجي له القلب ولا مش واعرف نسبه كمان مرض القلب ايه. طب ما نلغي كليات الطب. لا يا سيدي ما قلتش كده. ما نلغيها ما قلتش كده انا راجل متعلم يا جماعه. بس انتوا معلش معلش انتوا اعداء للعلم والعقل. انا لما انور نور اصفر لحد ياخد باله يا مهندس محمد يا سيدي. لا ده انا اسمي نور. لا يمكن نور اسمه اسمي محمد نور الدين. محمد نور الدين اسمي لوحده. ابويا اسمه حسن. انت ظلامي. المهم سيبك من القصه دي. ظلامي لا والله ولا ظلامي ولا حاجه. انا بص في الكف اعرف هيجي له قلب ولا لا. هو ربنا سؤال يعني الاشعه وكل الاجهزه والمعدات دي. طب سؤال وتجاوبني عليه. يعني الواحد اسمه هو ليه خطوط البصر كلهم مختلفة؟ يا ما انت بتدقق انت دلوقتي بتدقق. انا بكلمك في انك تعلم لماذا تعلم ده قضيتي. طيب ما انا هنا انت تعلم منين؟ اعلم ان الخطوط دي ليها دلالات بحولها لكلام
وانا ليه 40 سنه بقول للناس حاجات تحصل وبتحصل. انا قلت لمراتي هتموتي قبليه وماتت. هو انا كنت اعرف؟ ما كده كل الناس ما كانتش عيانه. في ناس كتير بتقول كده. ما كانتش عيانه اقسم بالله ما كانت عيانه. يعني لو ما قلتلهاش كده كانت عاشت؟ لا مثلا شوف بقى هذا التسفيه. لا مش تسفيه يعني انت تسفح حقوقنا يعني انت ما احترامك في هو انا اللي قلتها اللي انت اللي بتقوله ده يا فندم والشعوذه دي واحنا وما صدقناش احنا في القران اللي بنقوله والفكر اللي بنقوله. اي عقل يقول ان انت قلت مرضك هتموتي فماتت يبقى انت كده تعرف. طب قول لي دلاله. لما بيموت كل يوم بني ادمين ويموت كل يوم ناس بنموت ليه ربنا مخلي خطوطنا مختلفه كلنا يا سيدي؟ لمسائل قد لا تعلمها انت ولا اعلمها انا. ليه يعني يا سيدي؟ مسائل قد تكون طبيه قد تكون متعلقه بحجم الطبيه ازاي يعني؟ وانا ايدك قد ايه مهندس محمد؟ قبل بس ما اسمع هنا انت كمان قلت له انت هتتجوز اثنين وهتطلق منين ده يا استاذ وائل؟ كلها خطوط. ده انت عندك مستقبله قدامك يعني. انا هقول لحضرتك ده انت شايفه يا استاذ وائل. ده انت تنتزع وائل. صلاحيات الله سبحانه وتعالى. لا يا سيدي الفاضل بس بسيطه قوي. بعض الناس الجهلاء او الاميين البسطاء اللي أيوة. بيصدقوا النوع ده من الكلام لما تقول له انت هتطلق مراتك وتتجوز تاني بيبدا يتعثر ويظن ان هو في اول مشكله بتقابله يقول لك بس ده مكتوب. اسمعني بس ده مكتوب عليا طلقها. يقوم مطلقها عشان ينفذ القدر اللي مكتوب عليه من وجهه نظره ويروح يتجوز واحد تانية. يا استاذ اسمعني هذا عبث ودجل وشعوذه ولا علاقه له لا بالدين ولا بالعلم. اسمح لي يا استاذ وائل. صح اسمح لي. انت كان عندك تجربه اسمح لي. اولا بتقدم شكر لاسره البرنامج على هذا الموضوع الخطير والظاهره الاجتماعيه الخطيره. واضم اتفق مع الاستاذه وسياده الشيخ مظهر مع احترامي للساده الموجودين ولكن اتفق معهم ان هذا خزعبلات وشعوذة وليس لها اساس من الحق من الحق والواقع. انتظر انتظرني ولا تقاطعني وهيصدق. بعد اذنك يا استاذ وائل يعني الحقيقه انا هو في هشوف كفهم. بعد اذنك انا هواجهه انا ما اعرفهمش لو علمها وهقول لهم حاجات في حياتهم استاذ وائل ما حدش يعرفها غيرهم. ارتفاع الصوت ليس حجيه في الكلام. بعد اذنك يا استاذ وائل بدون عصبيه استاذ وائل بس يعني انا اعتقد ان عصبيتك بدون عصبيه لانك انت هنا بتحاول حتى ان تنتزع صلاحيات الله سبحانه وتعالى فمش لا. عايز احس يعني ان انا قاعد قدام بشر مش عايز احس بالتضخم. لا ما عندي ما انت عايز تقول هذا اللي عارفاني ما انت عايز تقول انا بتحدى هم بيحطوني مع احترامي ليه ما حدش خطا في حواره. احنا بنتكلم حجه بالحجه. اسمع انا غير اسكت خليني انتظر اسمع بس نتكلم الحجه بالحجه والبرهان بالبرهان ونقوم من هذا البرنامج نرفع القبعه لمن يثبت الحجه. انا اثبت سواء انتظر رويدا لن تثبتها لنفسك ولكن بالحقيقه والواقع. انا يا استاذ وائل بتكلم عن واقع ملموس. انا واحد من ضمن الناس في المجتمع المصري عامه عاشت وعشت وأسيت زي ما ألاف كثير في الجهل مغمسون عاشوا في ظلمات هذا الأمر وانغمسوا فيه. إزاي؟ بالواقع إزاي؟ إن هذا يا أستاذ وائل القاعدة العريضة زي ما قالت أستاذ الدكتورة إن بطبيعة البشر بيخاف من المستقبل فبيحاول يشوف أي حد يطمن. خاف من المجهول. المجهول والمستقبل. ومع زي ما قال الدكتور الشيخ فضيلة الشيخ أن الغيب لا يعلمه إلا الله. يبقى إذن أنا أمام حقيقتين بتكلم عليهم. فنجي للأمر الثالث الإشكالية المهمة من هم يملكون هذا العلم إذا كان هذا العلم على سبيل الجدل موجود هل هم موجودين حقيقيين وهل عندهم مقدرة لإثبات حقيقة على أرض الواقع ملموسة؟ ادخلنا في الموضوع. إيه اللي حصل لك بشكل مباشر؟ أنا النهاردة بعض السادة الحضور السيدة الموجودة بتقول أنا جبت الغايب. الغيب طبعا إعلامه هو الله. أنا واحد من ضمن الناس وبعلنها على الهواء وبعلنها على من يملك له المقدرة على حل هذه المشكلة نرفع له القبعة كلنا جميعا من عام 2001 حتى تاريخ اللحظة دي نعاني من مشكلة على أرض الواقع أعاني بها شخصيا وليس أحد حكاها لي أو منقولة. غياب أخي في عام 2001 في ريعان شبابه غاب. خط جميع يا مصر جبتك من محافظة السوهاج حيث مسقط رأسي حتى أسوان حتى اسكندرية كلما علمت بشيخ عراف دجال فاتح فنجان قارئ كل ما تتخيله الأسود أروح أذهب وأنا منشرح الصدر أعود والله يا أستاذ وائل وأبكي دموع
ندم وكل على كل كل ده بتدفع فلوس ومفيش حاجه ببلاش، واللي يقول حاجه ببلاش اقول له كذاب في وجهه. انا بقول لك بلاش تمام، ليس كلامك له مقياس معي الا بالحقيقه والواقع. يا استاذ وانا بحكي لك واقع عن انه كل ده عشان يقول لك مصيرك. طب انا هقول لحضرتك حاجه، انا بقول لك حضرتك حاجه، انا رحت مره على سبيل يعني بحكي لك واقع عشته اقسم بالله العظيم اللي جمعنا من غير معاد، هذا الكلام حقيقه وحسبي الله ونعم الوكيل في من يضحك على الناس ويذهب بعقولهم ضربا من ضروب العبس، وكل من يضرب هذا الضرب ضرب من ضروب العبس والخيال، خلافا انه اعصى الله عز وجل في اعتقاده بان من يعلمون الغيب كان يعلمونه لنفسهم. هقف جزئيه بسيطه ما تزيدش عن ثواني، اكبر منجم في فرنسا كان نيوستردامس لم يتنبأ بموت ابنته نوستردموس لم يتنبأ بموت ابنته، ماتوا معا لم يتنبأ بهم. خلينا في الموضوع، خلينا في الموضوع. ولكن يا استاذ وائل كل ما اروح مكان اللي بيحصل مرت احداث غريبه جدا، الخش لا الولد هيجي انت هتاخد سبعة ايام وهتلاقي اخوك وهيجي الولد هيجي لحد البيت، هيجي لحد البيت سبعة ايام. لا اخوه ما كانش صغير، كان 21 سنه البيت وهيوصل لحد البيت. طيب ايه اسباب الغياب دي وبتاع؟ لا ده في ناس عامله له عمل، ده في ناس لا ده ملبوس ده الى اخره، ودخلنا في ضرب ما الضرب كل ما ده بيفضل والفيزيته والفيزيته بترتفع. طب لا احنا هنعمل له جلد. اسمع يا استاذ وائل، سواء يا استاذ الفاضل الراي لك وللاخر، الراي لك وللاخر، لا بنتكلم على واقع. الله هو انت اللي بتقول للكف كان قال لي كان قال لي اخوك فين؟ هيقرا كف مين؟ انت كف ده لازم يقرا كف. طب هقول لك حاجه، هقول لك لما انت ضايع يا من تتحدث عن الكف بتتكلم ازاي؟ القول المأسور بغير المكتوب على الجبين تشوف العين. طب يا سيدي ما تشوف الجبين اولى من الكف يا سيدي، دعنا من هذا الهراء. المكتوب على الجبين تشوف العين، شوف مثل معروف، شوف على الجبين بدل الايد، ودعني من هذا الهراء، دعني في هذا الامر يا استاذ وائل، دعني التفت عن هذا الهراء يا استاذ وائل. انت منفعل لي بس يا استاذ محمد، ده موضوع لازم اطلع فاصل. ملوش دعوه بالحلقه، استوقف حضرتك. وحتى دخلت في قراءه الكهف يعني. ودخلنا في قراءه الكهف والكوتشينه والفيشكينه وكل ما تتخيله يا استاذ وائل، ضرب من ضروب العبس، ضرب من ضروب العبس والجهل 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 والضحك على عقول الناس. هطلع فصل وبعدها هستقبل مداخلاتكم وهنكمل النقاش يا جماعه. اما العلم والعقل واعمال صحيح الدين او الهروب للدجل والشعوذه والخزعبلات والبحث عن الحلول للمشاكل وانصار الخوف من المجهول. حاول ان تحصن نفسك بالواقع وبالعمل وبالعلم وبصحيح الدين يعني، بدلا من البحث عن الكوتشينه والفنجان والكف والودع. مشاهدينا نحييكم من جديد. اللجوء إلى أساليب ووسائل الفنجان والكف والودع، دجل وشعوذة، خزعبلات أم علم وموهبة كما يقول أصحابها؟ ثم لماذا يهرب الناس إلى هذه الوسائل بدلا من اللجوء إلى العلم والطب؟ خليني هنا بسرعة قبل ما أسأل مدام سمية. بتقولي ده معاكي من الطفولة؟ موهبة. طيب بس انت هنا بالتأكيد انت حتى بتقولي يعني انا بقول للناس اللي بيريحهم يعني. لا مش اللي بيريحهم، اللي بشوف. طب بتقولي لهم احيانا مشاكل وازمات هتحصل لهم، شر هيحصل لهم؟ شر او خير برضه بقوله، اللي في قلبي. لا يعني بتقولي له مثلا، سامعك في التقرير بتقولي باين انت اللي بتقولي انا بقول له ما يتجوزش فلانة. لا ده واحد كان في المنيا وعايز يتجوز، فانا وفقته بينه وبين مراته، قلت لها شوفي الغلط عندك فين وصححيه، انت معاكي اربع ايام. ده كلام عادي. وفقت بينه. الفنجان بيعمل ايه هنا؟ ما هو انا شايفه اللي قدامي. شايفه مشاكل ايه؟ مشاكل. ده الفنجان طبيعه البن مع الميه هيقعد يعمل اشكال هندسيه زي الرمله. شوف الرمل كده هتبص. طب والاسامي يا استاذ هتعمل اشكال هندسيه؟ اسامي ايه؟ اسامي في اسامي. اي اشكال هندسيه هتعمل اسامي؟
وهتعمل هتلاقي ده فيلا ده اصلا الله الله اكبر. غايب وخليها تقول لي هو فين. خلينا اكبر واقع عملي مكتوبه احنا بيقول لك قولي له في الحقيقه بالنسبه للحقيقه. أيوة. انا اخويا غايب دوكيتي حاج اقسم بالله وفي هذا البرنامج واعلنها. أيوة. على الهواء. أيوة. لو قلت لي اخويا فين يا نرفع جميعا واتوجه للحكومه المصريه باعتبار هذا العلم ونوثق هذا العلم زي براءه الاختراع وطالب الحكومه المصريه بتوصيل على الحدود يعرفونا من اين ونقول نستخدمهم في حل مشاكل المجتمع. طيب. العظيمه. طيب. اخويا غايب ويحج لي بعد اذنك استاذ وائل. واخويا غايب من 2001 بس هي عايزه كده في النادي القهوه الاول بوجه الجمله اعزلك يا استاذ وائل يمشي مج ولا قصه البرنامج تتفضل. طيب. علينا يا جماعه بس يعني يعني فنجان قهوه تعرفوا فين؟ فنجان قهوه. اه لا طبعا له هو له هو يشربه هو. استاذنك يا استاذ وائل يشربه هو تقدر تعرف اخوه فين يعني؟ بامره بامر ربنا طبعا. كلام يا جماعه. لا لا استاذ وائل ما نلغي الشرطه ونلغي بعد اذن معلش يا استاذ وائل انا بستغيث بالبرنامج ان انا اشرب فنجان قهوه بعد اذن سيادتك. طيب بعد اذنك يا استاذ وائل بعد الهواء خلاص اشربها. هتشربها ما عشان يبقى الواقع باين. اشربها لو كده تقول الاسر كل واحد يشرب فنجان قهوه ويخليه في البيت عشان لو اتخطف نجيب الفنجان ونعرف هو فين. طيب مدام عشان نبقى بس في اتفضل انا لو 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 سمح لو سمح. ايوه يا سيدي كمان انت يعني لا غير عصبيه لا غير عصبيه. ايه اللي بيخلي الـ الـ الناس تطمن لي؟ هل انت عشان بتقولي لهم الكلام المريح التقليدي العادي يعني؟ انا قلت لحضرتك ان هي وهبه عندي انا يعني انا بعملها وهبه ولا فلوس زي ما حضرتك قلت في مبتدا الكلام لان انا مش محتاجه فلوس عشان اخد فلوس من الناس. دي اول حاجه. تاني حاجه انت حضرتك قلت بتاخدي هديه يعني هديه يعني تاني حاجه انا هقولها لحضرتك ان انا ما اعرفش اقول لاخوك فين. ان هو طلب منها دلوقتي تقول له اخوك فين. انا ما اقدرش اقول له اخوك فين. امال انت ما انت بتقولي للناس لا. انت اللي قايله في التقرير بقول كان في واحد هيتجوز واحده وتقول لا ما تتجوزهاش. لا اه مش تقريري ده. اه امال بتقولي لحد ما تتجوزش دي لانها مش لا 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 امال بتقولي ايه؟ لا انا كل اللي بقوله بقول يعني لو جاتني واحده مثلا متضايقه من حاجه انا بساعدها بالكلام انها دي الفنجان ما بيقولش غير كده. الفنجان ما بيقولش غير الحاجه اللي فيه. لا انت قلت الواحد هتتجوز على مراتك باين هتتجوز على مراتك واتجوز اتجوز دي ده عادي. انا لو قلت لك ما ده الغيب يعني منين هو كان مستعد هو مصدق. لا 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 هو كان مستعد نفسيا مصدق جد بقى القدر كاتب كده من ايه غصب عني يعني هو يعني هو امره لله من وجهه نظره ان مكتوب عليه كده يا اخوانا هنعمل ايه هي بتيجي كده. طب ما هو ده لعب بالاوهام زي الكوتشينه. انت بدل ما بنلعب بالكوتشينه شويه وهم بنلعب بيهم. لا تعالى الزبون ده متوتر نفسيا عنده مشاكل كلمتين ثلاثه مش كده يا استاذ وائل برضه يعني بتبتدي فيها الخير. لا لا هي بتيجي يعني زي ما عيل الفنجان ده زي طيب. ما يكون عيل قبل اللي مسال شيخ مصر انت قريت في الكف لنفسك اقسم بالله يعني بتقدر تعرف اللي حصل لك بكره ايه وبعده اقسم بالله غير حانس ان انا سافرت الكويت بناء على غربتي اللي في الكف. بعدك يا استاذ وائل بعد اذن عليك طيب. في هذا السياق طيب. بعد اذن عليك انا هذا كفي وزي ما بيقول سيادته اقراه يقرا الكف اقراه ومصير اخي لا. زي ما انا هتزوج انا هتزوج وباخرى دي مرتبطه بمصيري مثلا او اطلق زوجتي طيب. زي ما هي مرتبطه خلينا عشان ما بعدش عن الموضوع باخي. طيب دكتوره هدى بس عشان نبقى بنشوف انا يا استاذ وائل بعد اذنك خلينا لو سمحت على هذه الحجيه مهندس محمد رغم ان هو مهندس بترول يعني ما اقدرش اقول عليه انه مثلا ايوه لا ده مهندس بترول يعني متعلم وكليه علميه فنيه كمان يعني عايز اقول لحضرتك انه الخيط الرفيع اللي بيفصل ما بين يعني فاكر فيلم الطوق والاسوره كان يقدم صوره كيف تحمل النساء في المعبد باعتبار دي اسطوره في المعبد الفرعوني الكذا. في الفيلم ده هو بيخفي الحقيقه العلميه ويقدم الاسطوره اللي بتقول على النساء ان تبيت ليلى في المعبد مش كده. المساله دي هي بقى انه في تفسير علمي للمساله والمجتمع ما بيصرحش نفسه لأن المجتمعات ذات الطبيعة اللي بتقبل الخرافة والأمية هذه المجتمعات عادة بتبقى عندها استعداد لتلقي إطفاء معاني ها على أشياء على التشكلات حضرتك قلت عليها دلوقتي في الفنجال مثلا هما بيطفي معنى
يتفق مع الثقافة كمان. أنا ساعات أقعد ألعب بالفنجان عايز أشوف أشكال هندسية. أيوة بالظبط كده. ولاقي رسمني أشكال. لا ده إحنا ساعات. وعلى الشواطئ. ده إحنا ساعات نعطي معنى. المية مع الرمال بتصنع لك بالزبط. أوهاماً وقصوراً. أيوة نعطي معنى بس معنى متفق عليه يعني. يعني لو رحت مثلاً في جزيرة زي صقلية هتلاقي الناس بتعمل كده برضو بس بمعاني ثقافية أخرى تناسب مجتمعاتها. وإحنا شفنا ده. انه كيف كيف تكون الاسطوره بديلا للعلم في التفسير مثلا. المساله دي بتتوقف على ايه؟ على طبيعه المجتمع انه يقبل الخرافه ويعيش في ظلها ويحافظ على. لانه مثلا في طوق الاسوره كان الرجال يخشون اكثر من اي شيء اخر الاعتراف بعدم قدرتهم الجنسيه فترتب على ده قبول اشياء اكثر رعبا. وهنا عارف الضفيرة ما بين التفكير الخرافي على الأسطورة على كل الحاجات دي طلعت لنا على النساء. طيب. أنتسب إلى شيخ مظهر بسرعة هنا يعني نماذج لكن هتلاقي الناس مع ذلك مع كل هذه المناقشات فيقول لك لا أنا هحاول ألاقي حلول لمشاكلي أو أشوف المجهول القادم ده من خلال الفنجان الكوتشينة أو يروح للمهندس محمد بكلامه ده وتصميمه ده ويقول لك اقسم بالله وانا عندي كل حاجه في الكف فيقول لك اما خلي الراجل ده يشوف يعني ممكن حتى بعد المناقشه دي فالناس يقول لك لا ده بيشوف كل حاجه في الكف يعني ازاي اقنع الناس ان ده وهم وخزعبلات يعني ودجل وشعوذه. طيب هو الاستاذ عادل محمد الاستاذ محمد اسف مش مهندس محمد بقى طالما في البترول مهندس يعني محمد نور الدين المهندس محمد هو بس اتكلم في نقطتين عاوز افسرهم سريعا في القرآن الكريم. النقطة الأولى أنه قال أن المنفي في علم الناس بالغيب هو الغيب بالألف واللام إنما غيب لوحدها كده نكرة ده ممكن أي حد يعرفه. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة كلمة الغيب دائما في القرآن الكريم بتأتي حينما يكون الحديث موجه إلى الناس بمعنى لما ربنا يحب يقول للناس أنتم لا تعلمون يقول أنتم لا تعلمون الغيب لما ربنا يتكلم عن نفسه تيجي كلمة غيب بدون ألف ولام زي مثلا إيه سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة إلى آخر الآية قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض لما ربنا نسب الغيب لنفسه جات الغيب بدون ألف ولام. طيب. ليه؟ خلنا في صميم الموضوع أنا بس عشان دي مهمة أول المشاهد يعني الغيب بالألف واللام لما يكون الحديث موجه للإنسان لأن كل إنسان له غيب غير الإنسان الآخر اللي هو الغيب بالنسبي. انا اقول بس خلينا اكمل بس غير يعني الغيب بالنسبه لك ممكن يكون مشاهد بالنسبه لواحد تاني اهو كده صح كده يعلمه البعض لا ما هو الغيب بالنسبه لك ممكن يكون غيب واقعي يعني الان انت في الاستوديو دلوقتي لا تعلم ايه اللي جنبك في الاوضه الثانيه مظبوط فاللي في الاوضه الثانيه بالنسبه لك دلوقتي ايه حاضر. غايب صح لا غايب بالنسبه لك ما انتش اسمعني بس اكمل كلام بس خلينا في عمق بس الاوضه عشان كده انا هطلع في تفاصيله مع مش الوقت بس انما ربنا سبحانه وتعالى ليس عنده غيب ليس عنده طبعاً. مكان معروف ومكان مش معروف يعني عشان كده بيقول غيب السماوات والارض لان انت عندك غيب طيب. وعندك مشاهد الوقت خليني بس في الموضوع مش مظهر بس هل انا امام دجل وشعوذه ولا علم كما يدعي لا نحن امام دجل وشعوذه لانه لو كان هذا العلم كان احق به النبي صلى الله عليه وسلم كان احق بهذا العلم النبي ولما ربنا ينفي عن حضره النبي علم الغيب وهو من هو عند المولى عز وجل يبقى مش معقول ربنا هيمنع النبي او يحرم النبي من هذا العلم ويديه لبني ادم تاني مهما كان قدر هذا يعني. البني ادم مش معقول ممكن اتدخل هنا بس اخلص الاجابه لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال انا مدينه العلم وعلي بابها هو باب مدينه العلم ما كانش عنده ايه ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعرف كل حاجه بس مش كل حاجه مصرح بيها انت ما تتقالش في وقتها طب بس استنى يا استاذ محمد لان انت واضح انك انت بتخلط النصوص مع بعضها انا ما بخلطش شوف حضرتك هو ايه علاقه انتوا بتقولوا شعوذه في كل حاجه يا سيدي اكمل بس الكف مختلف عن الباقي يا استاذ محمد اكمل بس فكرتي هو لما سيدنا النبي يقول انا مدينه العلم وعلي بابها هل ده ليه علاقه يا سيدي اكمل بس بعد اذنك سيبه يكمل وراه علم المقاطعه ديت لا هي في صالحك ولا هي في صالح اتفضل ولا في صالح الاستاذ طب اتفضل انا والله عندي خمس دقائق عشان مكالمات بس لما النبي يقول انا مدينه العلم وعلي بابها ايه علاقه ده بالغيب ده انا عندي ايات صريحه في القران الكريم الرسول بيقول فيها ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير اصل مدينه العلم دي مليانه يا سيدي الكريم مدينه العلم ده حديث تفسره بمزاجك انت على انه غيب
واجي في ايه قرانيه صريحه واضحه بتنفي الغيب عن الرسول؟ الرسول نفسه بيعرف يعني دلوقتي احنا لو يعني اصدقك واكذب القران يا اخي؟ القران بيقول للنبي انت لا, انت لا تعلم الغيب. يعني احنا لو انباء الغيب لو جبنا لك كف نوحيها اليك الارهابيين يعني هتقدر تعرف منهم ونقدر بقى نعالج القضيه مش لا يعني لو خدناك على اعرف اعرف ده كان ايه حياته بالظبط من كفه. طب بتاخد كفان وتشوف لا دي مساله ثانيه. لا استنى يا استاذ وائل عارف اللي جاي. لا دي مساله استنى يا استاذ وائل مش لو يعلم الماضي بتاع الانسان يبقى معاه جن. الجن يقول له ايه اللي حصل لمظهر من 10 سنين ماضي. معيش جن يا استاذ وائل. لو انا اصدقك اذا قلت انك تعلم الماضي لان الماضي ليس غيبا. ليس غيبا لا بالنسبه للجن ولا بالنسبه لحد تاني. ممكن افسر. ممكن مرات تقول لك على حاجات حصلت لي لحد اعرفها اللي هي افسر بس. يبقى ده غيب. انا لا اعرف امس من اليوم من الغد. ليه الله انت قلت لي انت عندك كن فيكون الله عز وجل. يعني ممكن يقول لي انا جالي القلب فعلا. ممكن ممكن. طب ما هو يبقى ممكن كده انت بتلعب على الناس. لا مش لعب. بتبيع لهم هو جاي له. طب ما انا ممكن اقول لك انت ممكن يجي لك كذا وكذا. شوف القلب الوحيد اللي موجود في الكف. وانت الراجل هتطلع الكلام ده خطير. يقول لك انا بالنسبه له الزمن لا فيه امس ولا يوم ولا غد. مش هذا لا يكون الا في حق الله فقط. صحيح. الكف ربنا وحده اللي معرفش لا امس ولا حاضر ولا مستقبل. انما انت عندك ماضي وحاضر ومستقبل يا استاذ. اذا كنت بتلعب الماضي انا عجبت لمدة 8 سنين ممكن تبقى وقعت او هتوقع انا ما اعرفش ايه. وممكن يبقى فيه جن شاف الراجل ده كشف عن الجن. انا معيش جن استاذ محمد وعنده القلب ويقول لك ده عنده القلب. معيش جن. محمود من الجيزه. استاذ محمود اتفضل. استاذ محمود رحمه الله بسرعه وبايجاز. استاذ محمود اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل عليك وعلى كل ضيوفك بيحيوك جميعا. اتفضل. شاهين وعلى الناس اللي عندك كلها. اتفضل. اولا لابد ان نفرق بين الدجل والشعوذه والعلم. وزي ما قال الاستاذ منظر شاهين اي حاجه تبقى لها اساس علمي دي ما تخضعش للغيب. زي العماره اللي 10 ادوار وواحد بنى. انت ما بتهربش من الواقع احيانا للفنجان والكف والودع والكوتشينه؟ لا انا حضرتك انا متخصص في الطاقات الغير مرئيه كل ما يستند للعلم. ولكن الناس بتخلط الدجل والشعوذه بالعلم وبتخلط الغيب بالعلم. الغيب زي ما قال الدكتور مدر لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن هناك قوانين كونية نقدر إن احنا نستدل من الماضي على الحاضر. صحيح. بشكرك أستاذ. صحيح. خالد. استاذ خالد من القاهره اتفضل. السلام عليكم يا استاذ وائل. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل اديني الفرصه في 30 ثانيه عايز اقول حاجه ولا يمكن اخرج من الموضوع من هذا الحوار يعني بجزئيه وارجو ان يتسع صدرك وممكن تعلق في الاخر. انا هتكلم بسرعه ان الدجل اللي موجود والحوار الدجلي ده هل هو يتفق مع التحديات الموجوده حاليا؟ انا شايف ان الدجل الحقيقي والله يا استاذ وائل ولا استثني احدا ولا استثنيك انت حتى هو في اتفضل اللي بيحصل استاذ على جميع القنوات كلها لا استثني لميس الحديد عمرو اديب. يا خلينا بس في انا ما يعني مش في حريه في الحوار يا سيدي. مواجهه الدجل ما طب خليني ما تقولش اسماء يعني في حريه في ما تقولش اسماء زملاء انت بتتهمنا. خلاص خليك فيا. طيب طبعا خليك فيا اتفضل. عم يا استاذ وائل مش على الدجل هو لا يواكب تحديات المرحله دي يا سيدي. من تحديات المرحله احنا امبارح جايبين مقام داخل مدرسه الناس بتتبارك بيه وما بيودوش ولاده. انت عارف ان في ناس ما بيودوش او عائلاتهم لاطباء ويقول لك ودي لي الشيخ فلان الفلاني. أيوة انت عارف ان في ناس بتعالج الكلى حتى الان بـ 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 بوسائل ببول الابل وغيرها ومليارات بتصرف بتنفق يعني. انت مش متخيل الدجل والشعوذه بيعملوا ايه في المجتمع. انت شايفها قضيه هامشيه. انا شايفها قضيه اساسيه وخلينا نختلف يعني طبعاً. استاذ ضياء من طنطا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حياك لحضرتك والجميع الحضور ما عدا المشعوذين. انا اسف والدجالين. انا بسال الباشمهندس محمد في كلمتين اتنين لما هو بيعرف يقرا الكف. انا اسف ومش بتاع افيهات ولا كده. ما قراش كفه ليه وتنبأ بوجوع سنانه والحقها قبل ما تقع. يا جماعه حرام. قريته. والله حرام يعني ارحمونا. قريته وعارف هموت امتى. عارف. استغفر الله العظيم. اقسم بالله ان انا لن اعدي 75 سنه وانا 66 سنه دلوقتي. انا مش عايز افوت الكلام ده انه ما تفوتش يا استاذ وائل. قال لك انا عارف يعني خمسه. انت اديت لنفسك خمسه. ممكن تموت بكره. انت عملت يعني ايه؟
انت هتفضل من 9 سنين قدام ولو مت بقى خلال 9 سنين يبقى انت كده كان عندك حق يعني. لا قول لي هتموت يوم ايه؟ معلش هو كفي يا استاذ وائل، افتكرت حاجه دلوقتي يا استاذ وائل. معلش يا استاذ، انت مش عارف اني واحد ارى كف السيده جيهان السادات وقال لها هتبقي سيده مصر الاولى، كان عارف ازاي يا استاذ وائل وبقت سيده مصر الاولى؟ قول يا استاذ. تصادف تصادف ازاي؟ تصادف؟ لا 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 هقول لك على حاجه. تصادف ازاي؟ لا 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 هقول لك على حاجه. نفس الشخص ده انا متاكد انه ارى كف ل 500 واحده، كل واحده قال لها انت تبقى كده. ايوه والله العظيم، والله العظيم كل واحده قالها قال لها كده. والله العظيم يا عم اسمعني، يا عم اسمعني، لا تناقش في قضيه غيب لان دي من اختصاصات ربنا. انت مفهومك للغيب غلط، اختصاصات ربنا يا استاذ محمد، خليك في البترول. الغيب قول لي، قول لي مصر فيها ابار بترول فين؟ روح نبحث فيها ونطلع بترول. كل مصر سايب البترول وجاي لك كف تفتش فيه. انت سايب البترول بتاعك، البترول فين بتاعنا يا سيد الفاضل؟ احنا خيبتنا ان الريزرفوار استاذ علي الخزان بتاع البترول بتسحبه ليبيا اسهل. استاذ علي اتفضل اقرا كف وزير البترول وقول لنا فين اكتشافات البترول. استاذ علي اتفضل، روح وزاره البترول اقرا كف الناس يا عم. الدكتور مصطفى محمود كان طبيب يا مهندس علي واتشهر في الكتابه الادبيه، خلينا افضل من الطب. طيب خلينا هذه مواهب ايه ده بس لا تعلمها. لا مهندس علي مواهب عشان مظهر دي يا واحد عشان بس تكون مواهب من ربنا. استاذ علي اتفضل. استاذ علي، استاذ علي اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. السؤال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بمسي على حضرتك، بمسي على استاذ مظهر شاهين، بمسي على ضيفك الكرام. بيحيوك. اتفضل. كنت عايز اوجه سؤال بس للبشمهندس محمد. اتفضل. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى قال بقى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الله يفتح عليك. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها. نعم. ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. نعم. نصدق القران ولا نصدق الاستاذ محمد؟ بشمهندس محمد. طيب استاذ عبد الناصر من الجيزه اتفضل. السلام عليكم يا ابي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله على سلامتك الاول. اتفضل. اولا سعادتك، طول ما في قصه الناس اللي هم بيتكلموا في الجدل والشعوذه تكتب امن والله ما هنتقدم لحظه واحده. ما عشان كده البعض اللي بيستهين بهذه القضايا يا جماعه، مش ممكن العالم بيتقدم وقاعد أيوة. يشوف صح. اكتشافات لامراض لم تعالج بعد ولم تكتشف بعد وادويه لامراض لم تعالج بعد، ومع ذلك الناس لسه بتهرب للدجل والشعوذه. احنا شفنا حتى جبنا لكم بعض المشاهد، ناس ما بتروحش الاطباء بتعالج الام العظام والحاجات دي بانها تتلاقي بتتمرغ امام مقام الشيخ فلان. وجبنا لكم عدد كبير من القضايا. تليفون اخير استاذ دكتوره اماني اسماء. دكتوره اسماء اتفضلي. مساء الخير استاذ وائل. اتفضلي يا دكتوره اسماء اتفضلي. الموضوع قارئه الفنجان طبعا ده ضرب من ضروب الدجل، يعني دينيا مرفوض دينيا، يعني يعتبر ده تنجيم صدقه المنجمون، ولو صدقوا في صدقاء المنجمون ولو صدفوا اهو كده. طيب دكتوره اسماء الف شكر. شيخ احمد لو في جمله سنة يعني عندي جمله تعالى اسال جمله حسما لكل ده. ليس هناك ما يسمى قراءه فنجان ولا قراءه كف ولا قراءه، ده كله دجل وشعوذه، وانا ادعوهم الان الى ان يتوب الى الله عز وجل من هذا العمل، يعلنوا التوبه الى الله عز وجل ويبداوا حياه جديده لا فيها دجل ولا شعوذه، وربنا الرزاق ابحثوا عن مكان اخر او عمل اخر يكون الرزق منه حلالا بعيد عن تغيير المجتمع. ما بسترزقش منه. طيب هو يعني بيدعوكم للتوبه يعني. توبه ايه يا اخي؟ توب الى الله من علم. انت بتدعي علم الغيب يا اخي. يا اخي افهم ما تحفظش. الرسول بيقول انتوا حافظين مش فاهمين. وحافظين انت اللي انت فاهم ولا حافظ. والله العظيم حافظ. يا بس مهندس محمد انت روح شوف البترول. يا استاذ وائل خلينا ممكن بترول. ممكن طيب كلمه بشكركم. ليه بس معصبنا كده يا استاذ محمد؟ انت من سن والدي يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. خليها في حلقه جايه ان شاء الله. استاذ وائل قبل ما نكتب شكركم جميعا. ما يهمش يا جماعه، قضية الدجل والشعوذة ومواجهة الخزعبلات من أهم القضايا، مش ممكن هنتقدم للأمام لأن في ناس فعلا ما بتوديش ولادها للأطباء وتفضل العلاج بهذا الشكل، في ناس بتلجأ للخرافات والخزعبلات بعيدا عن العلم. غدا هنكون معاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.